زهت كل الطيور وزهت دنيا الحبور، ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا أهلا وسهلا، صحبة كنتم وأهلا، ولنقل للجهل مهلا، ذاك حفل الناجحين، ذاك حفل الناجحين. ألف مليون مبارك، ربنا زدهم وبارك، كلكم في المجد شارك، نعم أجر العاملين، نعم أجر العاملين. وردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور، ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين. كم عزمتم واجتهدتم في الليالي، كم سهرتم وتفوقتم وفزتم، باركوا للفائزين، باركوا للفائزين. وردت كل الطيور وزهت دنيا الحبور، ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين، مرحبا بالحاضرين. يومكم يوم الحصاد، ما زرعتم باجتهاد، لم تميلوا للسهاد، خاب سعي النائمين، خاب سعي النائمين. ولاليال فدغن اما ميشن اسكو ايماني وحاوية حفلة للتخرج أما مناسبة إيو تهنيو لو سمين هايو أردادا كتخرجتي معادك إمام مالك الإسلامي. إنت أسكدب وحان روا إنا سعودو إيو مارتي شرفتك لدوان أي أقوه الريان أما هرجوك أي كيهين علماء مقالة أي كوحيقان والدين تا أرضي دا سياسين تا ورباهين تا رمان وحين لنا هاي أهلا وسهلا ومرحبا بكم. انت اسكدب وحان ربا مامول هان معلمين كأهان إدارة كأهان مرتي شرفته علماء أن أبوه الرئيس وعلى رأسهم فضيلة الأب شيخ عبد الله عثمان بولو إن أتكسو دواتين ساحظة أما قاعدة معتك إمام مالك الإسلامي وحان ديه كرا فردغان أما مجلس كان آن فردنا مانتا وحان كنت المامي كرا إنان كسو قلنا هاي لبا شرف وانا كبادين كرا شرف كوبات وشرف المكان هي شرف الحال. شرف المكان وحاوي قبتي علمي الشريعة لو حفظين هاي لو برن هاي أو خيري أو دعو مركز كسعته أيام فدنا. شرف الحال وحوي وحلا ما موسى هاي الله شرف هاي الله كرامين هاي أهربنا ما أنتنا سوتنا أو أنت هنية يا قلبي وأنا أحسن يا همبليو أن أدر الله الربا و dad kaas xumbaareen ilmiga macadka ka bartay inaan maamusno. intaas kadib
حفلة معتك سنة كستوي دعلا حفلة دي سودي عجرون بيلا متهاي وحاربي مركة حفلة ديني انت ان اقودوا قلين انا باللابانين ان ان كفر فرانا وحلو فرفرطة وحاو خير بضان او هذا الك الهي وحنو يرهي الطالب عبد العزيز محمد فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون وحيقو حيقا قرآنك استفتاح كدب وحارب مرتدة يوالدين تا إني أغادان حفلة دان صابك الله قبطي وحا إسكال أرديد أردي أيا قبصدي وتخرجها يو ومعتك الرميين لذلك وحارب إنا دوغاتين ولسعوتين وحان إني صوبان لغا إنو وأرداد وحي سوبرين هايين إنا دو حدك أرقتين يقابك وحوبرتين أنا كصوغة قابين دوننو وقت أنا كفا إيدسين دوننو وحارب إنا دوها نور الرعيسين مرتدة إيا علومادة أنا لغا إيساتين أرداد وحي نو آخرين هايان وحي قوحيغا الطالب محمود سهل مرسل وصو جيدين دوننو خطبة ترحيب ومرتدة وغتلقل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره وعلم موارد كل مخلوق ومصدره وأثبت في أم الكتاب ما قضاه وسطره لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر الذي كان قبل أن يخلق الزمان والمكان ويبقى بعد أن يفني الزمان والمكان أحمده سبحانه حمد عبد خشع لله قلبه وذلت لله عنقه ورضي من الله بقضائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ليس له أنداد ولا أشباه ولا شركاء خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء
خلق الخلق فمنهم السعداء ومنهم الأشقياء، محيط بعلمه فليس لهارب منه نجاة، قادر مقتدر فكل الممكنات في قدرته سواء، سميع بصير يرى النملة السوداء في الظلماء ويسمع دبيبها على الصخرة الصماء، أجرى الأمور بحكمته وقسم الأرزاق وفق مشيئته بغير عناء، لا يشغله شأن عن شأن فكل شيء خلق بقدر وكل أمر جرى بقضاء، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه خاتم أنبيائه وسيد أصفيائه المخصوص بالمقام المحمود في اليوم المشهود الذي جمع فيه الأنبياء تحت لوائه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الضيوف الكرام، أحييكم وأرحب بكم جميعا، أهلا وسهلا بكم، حللتم أهلا ووطئتم سهلا، أزف لكم من أعماق قلبي تحيات جليلات الرواسي، أرحبكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا وتحمل في طياتها حبا ووفاء، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الضيوف الأعزاء، بعد هذه التحية العطرة أود أن أتقدم إليكم بأحلى عبارات الترحيب أصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي. يا ضيفنا حياكم ربي وبياكم، ازداد مركزنا نورا بلقياكم. يا ضيفنا حياكم ربي وطاب ممشاكم، مرحبا مع كل شروق الشمس وغروبها، مرحبا عدد نجوم السماء اللامعة في الأفق، ها هي الورود تنثر شذاها لنستقبل بكل حب ومودة وبأحلى عبارات الترحيب. بقلوب تفيض بالمحبة والوداد والاحترام، نرحب بكم اليوم في مركزنا، متمنين أن تكون هذه الزيارة خيراً عليكم وعلينا، بعطر الزهور الفواح وألوان الربيع الزاهية، بقلوب ملؤها المحبة وأفئدة تنبض بالمودة وكلمات تبحث عن روح الأخوة، نقول لكم أهلاً وسهلاً. لو علمت الدار بمن زارها فرحت واستبشرت، ثم قبلت موضع القدمين وأنشدت بلسان الحال قائلة: أهلاً وسهلاً بأهل الجود والكرم، مرحباً وأهلاً بمن جاء إلينا، العز تجلى والنور هل علينا. السلام عليكم ورحمة الله. فني كمدة، فني قواعد الفقه، أيا أرض كمدة كتاب كمدة نو آخرين دونا، أرض وحالي رياضة محمد عبد الله آدم، وحنا نو آخرين دونا منظومة الله المنظومة الفطفرية، فليتفضل. أنا ومقعد أويها محمد عبد الله شيخ آدم، وحندونا يا إن آخرين منظومة الفطفرية. التأليف أنوار عبد الله بن عبد الرحمن الفتفري.
الحمد لله الذي قد أنعم على العباد بالهدى وأكرما ونزل الكتاب والتبيانا وعلم الأصول والبرهانا وكمل الدين حنيف هاديا في كل ظهر مستفيضا باغيا وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام وآله وصحبه ومن تبع لهم بإحسان إلى يوم الفزيع من اهتدى بهاده فقد ظفير ومن يحج عن نهجه فقد خسير تلفي به إلى الفلاح منهجا وعن جميع المعضلات مخرجا فليس خير قاض إلا قررا ولم يكن من شر إلا حذرا فديننا لم يخلو عن حكم على مر الزمان لو بدا ما عضلا لأنه قد احتوى قواعدا تستخرج الأحكام عنها راشدا وهذه أرجوزة محوية فيها من القواعد الفقهية جمعتها من قول أهل العلم وشرحهم من ناثر ومن نظم سألتها لطالب القواعد تتي مع الإجاز بالأوابد جامعة المسائل الفرعية كأنها قضية كلية تفارق القاعدة الفقهية بأنها قضية كلية جماعة المسائل الفرعية جماعة المسائل الفرعية كأنها قضية كلية تفارق الأصول في الأشياء كأنما الأعمال بالنية يعني مقعنا وعجيب أصلاً وأرض عجيبة مقع وعجيبه في الاسم والأب والجد وحكوا فقي مدير كمعاتك شيخ محمد عبد الله آدم أصغر محمد عبد الله آدم والله آدم أمه سنة أرضي غاس وحاربة كلمة ترحيب أو إنجليز يا نوحي قدونه وحانوسه يجهون دون تأرضي هذا أسماء حسن شيخ حسن بسم الله الرحمن الرحيم to start with the greatest name of Almighty Allah most gracious and most merciful whose bounties are unbounded, whose benevolence is everlasting, whose blessings are uncountable, whose being is eternal, whose mercy is unlimited, whose provisions are unending, whose love is our life, and whose worship is our faith. Our distinguished guests led by Sheikh Abdullah Bulo, our Muslim scholars, our esteemed teachers, led by Principal Sheikh Muhammad Abdullah Aden, parents, and my fellow colleagues, a warm word of welcome to everyone as we are about to celebrate our 13th graduation ceremony of Imam Malik Islamic Institution. We are grateful to Allah for blessing this occasion and giving all of us the opportunity to be here at this moment. Indeed, it's an honor for me to stand here and really a pleasure to welcome you all to this occasion. I welcome each and every person once again and to take part in this joyous moment of the institution fellows. As the graduates of Ma'ad Imam Malik Institution, it has been a great journey with my colleagues and our great sheikhs by our side always. I greatly thank the sheikhs for their everlasting provisions of knowledge upon us. I welcome you all to our graduation ceremony. As they leave us, it's really a great privilege to us. There has been no journey without hurdles and struggles. A winner is someone who never gets tired and from trying and never counts the failures, but rather someone that's persistent to achieve the goal and secure his or her future. And we, as the graduates of this institution, we can proudly say that we made it. Not yet to the goal, but we have achieved something. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for this great opportunity, and secondly, we thank our parents for never giving up on us and supporting us through this. We are grateful to you, and may Allah the Almighty bless you with everlasting prosperity. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai guru hidupnya, Islam kepada yang kusahana ya, qasidu ama syair kuta alloqo, muhabbatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. وينو سجدين دوران قبلها آسيا شيخ محمد طيب زينب إبراهيم إسحاق يراح محمد علي بسم الله الرحمن الرحيم
نحييكم بتحية طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن طالبات مستوى خامس نقدم إليكم شعرا يتعلق بمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. أعيرونا القلب والسمع. محبة الرسول مظنة القبول تثبت بالدليل والفعل والمثول، فلنتبع أقواله ولنمتثل أفعاله، إن النبي ما له في الناس من عديل، يا ناسيا أوامره ومغفرا زواجره، أما تخاف الآخرة يا خفة العقول. يومئذ سنلقى شخص النبي حقا يقول سحقا سحقا للمحدث الجهول. يا قاضي السلات وتارك السلات عليه بالحياة، يا لك من بخيل. سلاته محبة وفرحة وقربة، أرض تذوم قسبة في الأربع الفصول. عليه صلى الله ما سدت جباله أو ضجت الأفواه بذكره الجميل. محبة الرسول مظنة القبول تثبت بالدليل والفعل والمثول. مجموعة كلا نمع عبد الناصر يشمس عبد القادر آدم وأنا آخرين دعونا كتاب الله الجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وحان هاي أردت تخرج إيسا كمدة في معهد الإمام مالك الإسلامي، وحان أخرين دونا كتاب لو مغعاوه جوهر المكنون في صدف ثلاثة الفنون في فن البلاغة للشيخ علامة عبد الرحمن الأخضري. يحذف مسند لما تقدما والتزموا قرينة ليعلما، وذكره لما مضى أو ليرى فعلا أو اسما فيفيد المقبرة، وأفرده للعظام التقوية وصبب كزود راس التزكية، وكونه فعلا فللتقييد بالوقت مع إفادة التجديد، وكونه اسما للثبوت والدوام وقيدوا كالفعل راعيا للتمام، وتركوا تقييده لنكتتي كسترة أو انتهاز فرصتي، وخصصوا بالوصف والإضافة وتركوا لمقتض خلافة، وكونه معلقا بالشرط فللمعاني أدوات الشرط، ونكروا إتباعا أو تفخيما حظا وفقد عهد أو تعميما، وعرفوا إفادة للعلم بنسبة أو لازم للحكم، وقصروا تحقيقا أو مبالغة بعرف جنسه كهند البالغة، وجملة لسبب أو تقوية كذكر يهدي للطريق تصفية، واسمية الجملة والفعلية وشرطها لنكتة جلية، وأخروا أصالة وقدموا لقصر ما به عليه يحكم، تنبيه أو تفاؤل تشوفي كفاز بالحضرات ذو تصوفي. إن شاء الله وحان أخرين دونا كتاب كلي رادو نظم حديقة التصريف وإسكالي هي الشيخ عبد الرحمن ابن أحمد الزيلعي. قال الناظم رحمة الله عليه: قال الفقير عابد الرحمن الملتجي لربه المنان، الحمد لله الذي قد ألهمه وعلم الإنسان ما لم يعلم،
ثم صلاة وسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمد وآله وصحبه السادات أصوم الهجود والثقات. وبعد ذي أرجوزة لقبتها حديقة التسريف قد نقحتها، أسأل ربي أن تكون نافعا لقاطف بها ثمارا يانعة. واعلم بأن الفعل ضرباني مجرد مزيد فيه هكذا اشتهر، فأول عندهم قسمان رباعي ثلاثي فثاني، بفاعل أو فاعل أو فاعلا، أول قد انفرد بفعلل، وغابر لفاعل المضموم عينا بضم واصله المعلوم، مضارع لفاعل المكسور حينا بفتح واصله المشهور، وجهان في تحسيب تهل تنعم تحر، بئيس يئيس يبيس تليه كذا تغر، تلغت بغتحم وفيما من وميق، شدا كسار ما وفق ورم وثق، ورث ورك وري وري كذا ولي، وجد وقه وكم وعق أي عجلي، مضاعف له كشل شاللا وصب لج بر مل ماللا. إلا حفظي وكتبت متنا ونثرا أيضا سأيت هاي وقاعدة علماء إيدي جين أنا كنت أغمينه من حافظ المتون حاز الفنون با هادانا وحان قعان تكوها إنا ومعتك أنه قد تخرجا أرضا كتبتا مساجدة يمراكستا كلاق بيسوك آخرس وحنو يريدونا طالب الله هو يوسف محمد دول وآخرين دونه وقاعدين دونه متن أبي شجاع متن الغاية والتغريب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أنت كذب وحاندونها يا هل كان إنان كأخريو كتاب كتبت مختصرات أو فقه وشافع الوخ استوك مده أولي رهد متن الغاية والتقريب مشهور كان كوه أبي شجاع أو اسكلي هي القاضي أبو شجاع أحمد ابن حسين ابن أحمد الأصفهاني وحانو قاعدين دونا سورين يرنا عن كبحون دونا باب أبواب كتاب النكاح كمده مصنف كوحوي رهد فصل والمعتدة على ضربين قودع ضمر كعدوين كترسنين والله والنوع أما الله وقيب مد لغا دنتي او نينكه لغا افسد يوم مد ان لغا دمنن مد لغا دنتي انتي تهي مد حامله اه او علاش علم كسيدو عدد وحوي واني حملها ايد جسو بس انتي تهي مد ان حامله اهان عدد وحوي انت عدد ترسني وافر براد يتوان بري مدى أو مدى لقى دنتي مدى أن لقى دمانين أنين كذا أن لقى أفسنين فرتانيا وحو نقدوها لقو فراه هندي تهي مدى حمله مدى هراي لم تهاي وأني حمله أيد جيسو هندي تهي مدى أن أور لهن أو ضمر كحيد كأصاحب كانها كمدها عدد ذو حاي وسدح ظهري سدح ظهري وترسني عندئت هاي مت صغيرة آير سن الحيض والأنجارن أما مت عيسى أو حيض كي دادي سد عفتي الله والله صلوا سكترن عدده وحوي سد حبرات بعدد ترسنين كده بشيخ وحكه وحكه الله مت إذا عن الله خير عيسى أن كاح بس أور دعي سد على غفوري
مدى إذا وحير المصنف كا وحدو إلاده مره عدم ترسانيسو كده شيخ وكسي هاللي مدى أضان تأهد مدى أضان تأهد يكسي هاللي مدى أضان تأه عند حملة تها عدد وحوى إن حملة إيد جسو مدى حقي ظهر يكوع عدد ترسانيسي أضان تأهدنا إذا وحو عدد ترسانيسا لو الظهري مش إيك عدد ترسانيس مدي حر حرت أهد سدح لأن مدى أضانتها ونصف الحرة نصف الحرة هندان هنا قياس وحوهان لها هعد ترسطو ظهري يظهر كلام نسأه سد درادة إنه لو ضوح اللوب ويحيي الظهري قيب سمين كتب شيخ وكه اللي مدي حقي بلوين كترسانيسي أو مدي بلوين كترسانيسي حقي جيردنا كعدة ترسني أعضان تهد مدى وحدة ترسني لو بلاد يا شمبري مدى حق فرطان كعدة ترسني سنة وحدة ترسني بل يونس بل يا بل بركة هذا لأن بيشو وقاب سمي كرتاه وحوني هذا الشيخ وحوصي في عن إن لو بلاد أسكت ما يسترته لقبضة هم دول مرينا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل والمعتدة ضمر كعدة ترسنة عينو على ضربين اللواء قيوي متوفى عنها مد لغا أفصدي وغير متوفى عنها مد لغا أفصدي فالمتوفى عنها مد لغا أفصدي إن كان هندتها هي حاملة من حمل أه فعدتها عدد بوضع الحمل حمل إينا دي جسوي وإن كانت هندتها هي حائلا مد عن حمل الهن أو أور آهن فعدتها عدد أربعة أشهر وعشر أفر بلاد يتون عشوي وحان الأيقى عن الإله يقول كسوي رهدي والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وغير متوفى عنها مدان لقد من إن كان هندتها حاملا من حمله فعدتها عدد بوضع الحمل حمل إني دجسوي وإن كان هندتها حائلا من أورله مدان أورلهن وهي إذن من ذوات الحيض ضمر كحيض كأصاحبك أكمتها فعدتها عدد ثلاثة قروء سدح ظهر ويان وهي قروء غنى الأظهار وظاهر ياشا وإن كان هندتها صغيرة مدير أو سن الحيض ولا أنقار أو آيسة أما مدد حيض كرافتة فعدتها عدد ثلاثة أشهر صدح برد ويان والمطلقة مد لفري قبل الدخول بها انت أنسان الله قلمان الله ريسان كهري لا عدة عليها وحدد شادمعهان وعدة الأمة مد أضانتها عدد بالحمل حق حمل أكثر سنة كعدة الحرة حرتي يلمتها وبالأقراء مد كعدة الترسني حق أظهارتنا أن تعتد وإن عدت بقرآني لو ظهري وبالشهور مد حق بلوين كعدة الترسني سنة عن الوفاة عنها عن الوفاة وحق جيردنا كعدة الترسني سي أن تعتد وإن ترسط بشهر بشهرين لو بلادي وخمس ليال شن معلومات وعن الطلاق مد حق فرطان كعدة الترسني سي أن تعتد وإن عدت ترسطه كعدة ترسطه بشهر بل يو نصف بالبركة هذا فإن اعتدت هنديع كعودة ترسطه بشهرين اللواب براد كان وحوء هذا أولى متكهبون وأساس أوصف في عويان وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مجموعة طالبات ونو أخرين دونا كتاب ألفية بن مالك عائشة محمد عبد الله يا صفية أحمد يا خديجة عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحانا هي أرضي دمعتك إمام مالك وحمرنا هل كنين انكاخر من كتاب كألفية ابن مالك للإمام محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي وحانا كبلاغنا باب الابتداء قال الناظم رحمه الله تعالى مبتدا زيد وعذير خبر إن قلت زيد عذير من اعتذر وأول مبتدا والثاني فاعل أغنى في أسر داني وقسوة كاستفهام النفي وقاد يجوز نحو فائز أولو الرشد والثاني مبتدا وذا الوصف خبر في سوى الإفراد دبقا استقر ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا والخبر
الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شهيدة، ومفردا يأتي ويأتي جملة، حوية معنى الذي سقت له، وإن تكن إياه معنى اكتفى، بها كنطق الله حسبي وكفى، والمفرد الجميل فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستكن، وأبرزنه مطلقا حيث تلا ما ليس معناه له محصلا، وأخبروا بظرف أو بحرف جر نوين معنى كائن أو استقر، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفيد فأخبرا، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفدك عند زيد النميرة، وهل فتى فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير وعمل، بر يزين وليقس ما لم يقل، والأصل في الأخبار أن تؤخرا، وجوزوا التقديم إذ لا ضررا. ونويرها يا كلمة للخريجين والخريجات، ويسوجوزن دونتو الطالبة فردوسة جبريل. الحمد لله، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، الحمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، الحمد لله والصلاة والسلام على معلم الخير وأعظم قدوة نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مدير المعهد الإمام المالك، أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، أساتذتي الأجلاء، أولياء أمورنا الكرام، وزملاء الخريجين والخريجات، نرحب بكم جميعا وأحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقف هذا المقام وبكل شرف وفخر أن أمثل هؤلاء الزملاء بكلمة تخرجهم وحروف فرحهم، سلكوا طريق العلم أشرف مسلك، سارت عليه قوافل العظماء، وعلى منصات التخرج أقسموا ليواصلن مسيرة الإنماء، عنهم وقفت اليوم أنشد أحرفي رمزا لصدق المحبة والوفاء، اليوم نرفع أيدينا فخورين راضين شاكرين، فالحمد لله رب العالمين حمدا ليس له بداية ولا نهاية، اليوم يوم فرح وسرور، كم تعبنا كم سهرنا كم أثقلتنا الهموم ما بين مادة كعود وامتحان صعب إلى معدل متقلب، كنا في غمرة الدراسة ولم نفق إلا على قولهم مبارك التخرج وموفق أنت في الحياة، إخواني لنقف صفا واحدا ولننتقل بلسان واحد، إن أولى وأول من نشكر وأحق من نثني عليه هو الله سبحانه جل في علاه، فربنا لك الحمد أنت أهل الثناء والمجد، ثم لكل الأمهات والآباء، ها نحن صنيعكم ها نحن حصاد أيديكم الكريمة، بارك الله في الغرس فسلمت أياديكم لنا أجمع، أضال الله أعماركم وزينها ببركم، معلمين الأفاضل شكرا لكم ودعاؤنا لكم، لقد بذلتم في سبيل تعليمنا الكثير، والله لا يجازي بالكثير القليل، أفلا يرضيكم أن يسبح لكم كل شيء حتى الحيتان في البحر والنمل على الصخر، يا إخوتي الخريجين والخريجات، مبارك لكم في هذا الإنجاز والنجاح والتقدم، ومن نجاح إلى نجاح بإذن الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلمة أهمية العلم ويسوي جيد دونتو الطالبة رضوان عبد الرزاق. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن التقويم وجعل له عقلا وهباه بالتكريم، سبحانه رفع شأن العلم فأقسم بالقلم، وامتن على الإنسان فعلمه ما لم يكن يعلم، وقال لنبيه صلى
أنتكم تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه أعز العلم وأهله، وذم الجهل وحزبه، ورفع الدرجات بالنعيم المقيم لطلاب العلم والعاملين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، أعرف الخلق بالله وأخشاهم له. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا معشر الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى والاجتهاد في طلب العلم، ففي ذلك شرف عظيم وأجر كبير عند الله عز وجل. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على طلب العلم، وبين فضله وأهميته، فقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة أرضت أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يا معشر الكرام، إن تحصيل العلم أمر مهم، وإن التعلم في الصغر يعود على الناشئة بنفع عظيم، وكما يقال: التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. ولقد وعى الصحابة والتابعون وأصحاب الحديث وغيرهم أن تعلم الصغار له كبير الأثر في نشوء الطفل العلمي، حيث يجعله أقوى ثباتا وأرسخ في الذاكرة، وأرسخ في الذاكرة بما يتعلمه الإنسان وهو كبير. روي أن الحسن بن علي كان يقول لبنيه وبني أخيه: يا بني وبني أخي، إنكم صغار قومي يوشك أن تكونوا كبار آخرين، فتعلموا العلم، فمن لم يستطع منكم أن يرويه أو قال يحفظ فليكتب. وقال يحيى بن خالد لابنه: عليك بكل نوع من العلم فخذ منه، فإن المرء عدو ما جهل، وأنا أكره أن تكون عدو شيء من العلم. قال علي بن عبد العزيز القاضي: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عدموه في النفوس العظمى، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياهم بالإطماع حتى تجهما. وحانا يا أرضيت كم ذا معك مالك، وحانا ربائنا نخري كتابك متن النبي شجاع أحمد بن حسين بن أحمد الأسفهاني رحمه الله تعالى، كتاب الضهارة، أنواع المياه، المياه التي يجوز بها تطهير سبع مياه، ماء السماء. كتاب الضهارة، أنواع المياه، المياه التي يجوز بها تطهير سبع مياه: ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. ثم المياه على أربعة أقسام: ظاهر مظاهر غير مكروه استعماله، وهو الماء المغلق، والظاهر مظاهر مكروه استعماله، وهو الماء المشمس، والظاهر غير مظاهر وهو الماء المستعمل، والمتغير بما خالطه من الظاهرات، وماء النجس وهو الذي حلت فيه النجاسات، وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير، وقلتان 500 رطل بالبغداد تقريبا في الأسح. فصل في بيان ما يظهر بالدماغ: وجلود الميتة تظهر بالدماغ إلا جلد الكلب والخنزير،
وما تولد منهما أو من أحدهما، وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. فصل في استعمال الأواني: ولا يجوز لاستعمال الأواني الذهب والفضة، ويجوز لاستعمال غيرهما من الأواني. فصل في السواك: والسواك مستحب في كل حال إلا بعد الزوال للسائل، وهو في الثلاث مواضع أشد استحبابا: عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. كم إذا؟ وحايقو حقي دونا مجموعة طالبات وأغرين دونا كتاب الله لامية ابن الورد، وفاطمة علي، مريم حسين، مايدة عبد الرحمن، عايشة أحمد. صورة صدى: اعتدل ذكر الأغاني والغزل، وقول الفصل وجانب من هزل، ودع الذكر لأيام الصبا، فلأيام السبا نجم أفل. إن أهن عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل، واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز رفيع وتجل، وافتكر في منتهى حسن الذي أنت تهواه تجد أمر الجلل، واهجر الخمرة إن كنت فتى، كيف يسعى في جنون من عقل، واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقضى طرقا بضلا، إنما من يتق الله البضل، صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرصد في الليل زحل، حالت الأفكار في حكمة من قد هدانا سبلنا عز وجل، كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول، أين نمرود وكنعان ومن ملك الأرض وولى وعدل، أين عاد أين فرعون ومن رفع الأهرم من يسمع يقل، أين من ساد وشادوا وبنوا، هلك الكل ولم تغن القلل، أين أرباب الرجاء ننهى، أين أهل العلم والقوم الأول، سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل. شعر كدو قفكو قاد عد معان حوى جبومبا مركا وحنو مالينا هياه علماء فربضان إني عجزك كعين إيه مرتدة وحايقو حقا مجموعة ويلالة إسماعيل عبد حسن محمد يوسف ديرية يزيد حسن عبدي ونو آخرين دونان كتابك نظم العمريضي. الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خالقه وللتقى، حتى نحت قلوبهم لنحوه، فمن عظيم شأنه لم تحوه، فأشربت معنى ضمير شأني، فأعربت في الحان بالألحان، ثم الصلاة مع سلام اللائق على النبي أفصح الخلائق، محمد والآل والأصحاب من أتقنوا القرآن بالإعراب، وبعد فاعلم أنه لم اقتصر جل الورى على الكلام المختصر، وكان مظلوبا أشد الطلب من الورى حفظ اللسان العربي، كي يفهموا معاني القرآن والسنة الدقيقة المعاني، والنحو أولى أولا أن يعلم، إذ الكلام دونه لن يفهم، وكان خير كتبه الصغيرة كراسة لطيفة شهيرة، في عربها وعجمها والروم ألفها الحبر ابن الأجروم، وانتفعت أجلة بعلمها مع ما تراه من لطيف عجمها، نظمتها نظما بديعا مقتدي بالأصل في تقريبه للمبتدي،
وقد حذفت منهما عنه غنى وزدته فوائدا بها الغنى متمما لغالب الأبواب فجاء مثل الشرح للكتاب سئلت فيه من صديق صادق يفهم قولي لاعتقاد واثق إذ الفتى حسب اعتقاده رفيع وكل من لم يعتقد لم ينتفع فنسأل المنان أن يجيرنا من الرياء مضاعفا أجورنا وأن يكون نافعا بعلمه من اعتنى بحفظه وفهمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحضور الكرام، نرحبكم في معهد إمام مالك، معهد العلم والثقافة في مدينتنا المجيدة. أيها الحضور الكرام، يسرنا أن نقدم إليكم أنا وزملاتي الطالبات منظومة لامية الأفعال للشيخ العلامة جمال الدين أبي عبد الله محمد ابن عبد الله ابن مالك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أبنية الفعل المجرد والتصاريف. فعل لا الفعل ذو التجريد أو فعل يأتي وما سرع أو على فعل وضم من فعل الزمد المضارع وتموضع الكسر في المبني من فعل وجهان فيه من احسن مع وغير توهير تنعم بئيس وأفرد الكسر بما بوريث وولي ورم وإعتى ومقت مع وفي اقتحل وثقت مع ولي المخفها وأدين كسرا لعين مضارع يلي فعل للورفاء أنا ولي عين أو كاتا كذا المضاعف لزما كعن نطلة وضم عين معده وينذر ذا كسر كما لازم تضم ليحتمل فذو التعدي بكسر حبه وإذا وجهين هر وشد عله علل واتقى العوى لما وضم من مع اللزوم في نومه وجل مثل جلى وهز وزارت وأجى كر أم به وعم زم وصح من لأين ملا وألا نام عو شق شك أب وشاد أي عدا شق قشق لأي دخل وقشقوه عليه الليل جن وراش المزن طاش وتل أسلو تلل إذا تقلد من خب الإنسان ونمت كم نقل وعسد ناقة بقلة. بارك الله وحيقه دونا الطالبة حفصة خالد محمد و آيات قرآن نو تفسير دونت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أما بعد، فأنا من المتخرجات في معهدنا هذا، وأحببت أن أقرأ عليكم بعض تفاسير آيات من القرآن الكريم، وأبدأ من قوله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم، ولقد حقيقة ذرأنا وين وديارنا لجهنم جهنم وحان وديارنا كثيرا نحبضنا من الجن جنك كمدي والإنس إنسك لهم حيلين جنك إنسك قلوب قلوب لا يفقهون بها حقائق فهمين ولهم حوسق أعين إن لا لا يبصرون بها أين حق كواركين ولهم حوسق آذان دقا لا يسمعون بها حقائق مقلين أولئك كواسي كالأنعام وسيد حولها أوكالي بل هم أيضا يا أضل كبازسا حولها
أولئك كواسي هم الغافلون وكوا غافلين تا الله سبحانه وتعالى وحيري جهنم وحان وغورني وحبضان وكمدة جنكي ينسيقا جنكي ينسيقا وحيليهن قلوب إندأي إليهن دقائي إليهن حقكم فهمان كمان مقلان كمان أركان الله سبحانه وتعالى وحيز كشبها أي حوالها بل أيها أيها وكسي بازس حوالها حوالها الله سبحانه وتعالى وموسى سمين قلوب إن الله سبحانه وتعالى حوالها وموسى سمين قلب كوحلو قرن لا حلو فهم لا لكن بني آدم كوليه لكن حقا يكجيستي أولئك كواسي هم الغافلون وكوا غافلين تا ولله الله حاسونا ذي الأسماء الحسنى مقعيدة ونكسن فدعوه بها كبريا الله والتوسل كنوعي سبنان يكمدهي وذروك تقال الذين كوي يلحدون اللحنة في أسمائه مقعيدسة سيجزون والغا والمرندون ما كانوا حيائين يعملون كواسمية وممن حاورنا وممن خلقنا أمة وممن خلقنا وحان أورنا وحاكمدة أمة أمة يهدون كهنون نددك بالحق حقا وبه حقا سنه يعدلون كعدالة فلي والذين كوي كذبوا بيني بآياتنا آياتهنا سنستدرجهم وانو دوين دوننا من حيث مال لا يعلمون أي قرنين وأملي لهم ونكاذن الله سبحانه وتعالى وحيري ونكاذن إن كيدي دقرتي ذا متين متأذقوي أولم يتفكروا مين كفكرين ما بصاحبهم صاحب كوضا إنو كسغنانين من جنة وحوالية نبي محمد صلى الله عليه وسلم ويه إن هو ما هو أسجى ما أهانين إلا نذير من دقام ويه دقدي سنوائته مبين مرعب أولم ينظروا مين فيرنين في ملكوت السماوات السماوات كملك قوذي والأرض للك وما خلق الله وحو الله أورو من شيء شيئا وأن عصا ميسا منان إن فيريان أن يكون إنو هذا أجلهم أجشوذ قد اقترب من الدواتي فبأي حديث شاكته وي بعده قرآن كذب يؤمنون الرومين يعني هداية تنبينيين قرآن كذب شاكته الرومين من يضلل الله قفك والله باضي فلا هادي له وحنون يوم سجنان ويذرهم الله سبحانه وتعالى وحوغ الاحتي في ضغيانهم قوقوض يعلمون حاليهم وقوين الله يسألونك نبي الله وحيك سؤالا يعني عن الساعة ساعة أيانا قرموا هذه مرساها سوجو جنتي قلوا حاتر هذا علمها علم قدو قلوا حاتر هذا إنما علمها علم قدو حون هذه عند ربي ربك يكتسا لا يجليها مفيدة لوقتها في وقتها وقت هذا إلا هو إسقم وياني فقلت حاو عسلاتي في السماوات سماواتك والأرض للك عرك وحاو عسلاتي علمها أي علم الساعة يكو عسلاتين أغادان لا تأتيكم ساعة إذن إيمان ميسو إلا بغتة سكة دمويين يسألونك ويكوي دينين كأنك سيدادقو حفي عنها كورهايا قلوا حاتر هذا إنما علمها علم قدو حون هذي عند الله ألا اكتسى ولكن أكثر الناس تتكبضن كوضا لا يعلمون ما قرنايا هذا أنا هاي معالمين كنا هاي أرضي ذا قار أما أرضي ذا لنبا كتبتي الله أخرية ترسي مركز لبري والقوع على الأقبيني أرضي وحاي جرابة معانك أخرين حتى أصيابي وقلها يا محاقوان هذا حتى يكمل سوسريان ويبوح وحاك الله معتك لقاها لا أبوانو أو قبيو أو ساعة أنت يكون في ريان با أدي وطنبا قبل لقاها جيني وحنو ييرها يا الطالب محمد إبراهيم محمد أو قبل ير كسي دين دونه وين تتمذي أرضي ذا مقام كلي معلمين تشرف تلي مسؤولين تسرئي علماء معروف كا والد كا منان تلي مديرين تيسوي ميد مهدوين الله لو ومالين وينو رب النقوم النيستة ملك استاد كتمتين مرحبا في حفلتنا معد كينا إمام مالك معروف وحكوية هايو مقالة لديري هاي حفدين تي متونتا ميروه صوصارا جوهر لهم مليانا مرق بانكا وذنا متخرجين تماعد كنا ومالين تي آد مدبغا سويسان بوشن ملع سنيسان ميرا هذي وهي حوشيني دمائسو هدف كيني غارتي همبالياني لاناي هيلو اللي اسكودا فيو
هرمرسي بالارتيو شرف هير كستوي تاي هرمركا ادون كيو اخرا هاغا جيدا وحال لغو هلاي كوغسو هاغا يوا علم باوه الرئي كوهمية دمانتي جهلي واهنان حمي وعذور هبار قبا ددكوها اللي هيبدو كاقادا هرمركو اديدا وسكوا ظهر كينا شرفتو كهيفا دبدعبو هرسيدا همي قودو يريا هنان قودو الدمية حلاق بو السببا كفغادو هول عيسى علم هلستي كدوالا حوالي دمان تي ترورها هوضا للي حبدنا عوهي هابي يعيد دوستينا اسكوهر متاقني همي قينا وينايا هدف قينا قوليالا نينكان شعر قرطو واح إلهام من الله واي وحلا برتما دتك إلهي أمد إزدار قار كمدا أيكو إلهامية صادرتت وحنكو كفتمية وحنا أبوان سحى من نقول يسد إلا أنا كوا أي ترسا حالا يوساس بنقولها مركني كاس الله بركيو أرد هذا معك أيو كمدي هاي وأسكت ضيا إنه كتبتها وكتبتها وجبهان وأقر وأسكت ضيا جزاك الله خيرا وحيو حيا مجموعة طالبات وآخرين دونان كتاب الله منظومة القواعد الفقهية للشيخ الناصر سعدي صابرين عبد الفتاح هي حبيبة حسن شيخ عبدي وحان هاي أردي كتير سن أردي ذي معت كإمام مالك الإسلامي وحان دوني نائنا آخرين نو كتاب كليرادو القواعد الفقهية لفهم نصوص الشرعية للإمام الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله العلي الأرفق وجميع الأشياء والمفرق للنعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القريشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز المراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنان علم يزيل الشك عنك والدرا ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المغلوب. فحرص على فهمك للقواعد جميعة المسائل الشوارد، فتتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. والشرع من أصوله التيسير في كل أمر نباه التعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع الضرار. وكل محذور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم. تحريمها حتى يجي الحل، فالفم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجي صارف الإباحة. وحي وحي دونا مجموعة أبي إسحاق البيري قبلها حفصة عبد النور فردوسة خليف مريم قيدي مولود رحمة مهات. مع أقرنا منظومة الأبي إسحاق البيري
للشيخ إبراهيم بن مسعود الإلبيري. قال الناظم رحمه الله تعالى: جعلت المال فوق العلم جاهلا العمر في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مصومات لأنت ملايج التقوى ركبت ومهما ارتضى بك والغواني فكم بكر من الحكم افتضبت وليس يضرك الإقدار شيئا إذا ما أنت بيقفك عرفت فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء ضاعتي أنخت فقابل بالقبول للنصف قولي فإن عرضت عنه قد خسرت وإن رأيته قولا وفعلا وتعجبت الإله برفعت فليست هذه الدنيا بشيء تسوق حبة وتسر وقت وغايتها إذا فكرت فيها كفيك أو كعلمك إذ هلمت سجنت بها أنت لا محب فكيف تحب ما في سجنت وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمت وتعرى لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسا خلعت. برامج جبجبدة يقصي سقها يا ولي وحن كجرنا بندق أرديدا يوحي برتين يسوب برن هين صوب بندق هيان وحنو يير هيا مجموعة طالبات وآخرين دونو كتاب كلامية الأفعال هني داود حفصة محمد عبد الله. فها نحن من الخريجات المعهد إمام مالك الإسلامي نريد أن نقرأ بعضا من كتاب كلامية الأفعال للإمام جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب في اتصال تاء الضمير أو نونه بالفعل. وان قل لي فاء الثلاثي شكل عين إذا تلت وكان بتل مار متصلة أو نوني وإذا فتحا يكون فعان تضم جانس تلك العين منتقلة. باب في الأبنية المزيد فيه. كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع ولا ووال استقى محرا جما انفصل وافعل لذا ألف في العشر رابعة وعاريا وكذاك بيخا اعتدل تدحرج تعيض لو أسبط الرتوال مع توال وقلب سنبس اتصل وحبا ضاء وسلسا قتما اسكن سلق قل نسى الجورب التولت مرتحلة طرقت كالتمت رسمت وقال سما ثم لما زار رمعت على انكسان تقل وعلى وضعت وجا جد بيضة سنبل زام لقد ممنت سلق واجتني بخلل. فصل في المضارع. ببعض نات المضارع افتتيح ولو ضم إلى بالرباع مطلقا وصلا وافتح متصلا بغيره ولغير الياء كالنجس في الاتم فعلا او ما تصدر همز الوصل فيه اوي تزايدا كتزكى وهو قد نقل في الياء وفي غير ياء الحقام يابا وما له الواو فالنحو قد وجل في الياء وفي غير ياء الحقام يابا وما له الواو فالنحو قد وجل
وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إما ضيقا حضلة زيادة التاء أولا وإن حصلت أو فما قبل الآخر افتحا بولا. وحيقول حقا تفاح عبد الولي بشار عبد الرشيد وآخرين دوران ألفية السيوطي للإمام السيوطي. السلام عليكم ضيوفنا الكرام بفرحتنا المبارك، فنحن طالبات من معهد إمام مالك الإسلامي، نريد أن نقرأ أمام بعض ألفية السيوطي. قال الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى، قال الناظم رحمه الله تعالى: الأول المطلق فردا والذي له طريقان فقل له خذي، واسم العزيز والذي رواه ثلاثة مشهورنا رآه، قوم يساوي المستفيض واللصاح هذا بأكثر ولكن ما وضح، حد التواتر وكل ينقسم لما بصحة وضعف يتسم، والغالب الضعف على الغريب وقسم الفرد إلى غريب بمتنه وسند وثاني قاد، ولا ترى غريب متن لا سند، ويطلق المشهور للذي اشتهر في الناس من غير شروط تعتبر، وما رواه عدد جم يجيب حالة اجتماعهم على الكذب، فالمتواتر وقوم حددوا بعشرة وهو لدي أجود، والقول باثنى عشر أو عشرين يحكى وأربعين أو سبعين، وبعضهم قد ادعى فيه عدم وبعضهم عزته وهو وهم، بل الصواب أنه كثير وفيه لمؤلف نظير، خمس وسبعون رووا من كذبا ومنهم العشرة ثم انتسما، لها حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين. وحيقو حيقا مجموعة كالي وآخرين دونا نظم العمريضي إلهان إلهام علي محمد يزيتون محمود صلاة يا شمس محمد عبد الله. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان كمتنا عرضي ذا معتك إمام مالك، وحان أقرن دونا كتابك ليعرض نظم عمريضي. الحمد لله الذي قد وقف للعلم خير خلقه وللتقى، حتى ناحت قلوبهم لنحوه فمن عظيم شانه لم تحوه، فأشربت معنى ضمير شامي فأعربت في الحال بي الحامي، ثم الصلاة مع سلام لائقي على النبي أفصح الخلائق محمد والآل والأصحاب، من أتقن القرآن بالإعراب، وبعد فلم أنه لا مختصر جنون ورع على الكلام المختصر، وكان مطلوبا أشد طلبي من الورى حفظ اللسان عربي كي يفهموا معاني القرآن وسنة الدقيقة المعاني، ونحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه لن يفهم، وكان خير كتبه صغيرة كرسة لطيفة شهيرة، في غربها وعجمها والرومي ألفها الحور ابن أجرومي، وانتفعت أجنة بعلمها مع ما تراه من لطيف حجمها، نظمتها نظما بديعا مبتدي بالأصل في تغريبه للمبتدي، وقد حذفت منهما عنه غنى وزدته فوائدا بها الغنى. وحيقو حيقا مجموعة كالي آخرين دونان كتاب كالله ألفية السيوطي للإمام السيوطي سلمى أبو بكر سعدية طاهر فايزة محمود. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحن من متخرجات من معهد إمام مالك إسلامي، نريد أن نقرأ بعض من كتاب ألفية السيوطي للإمام السيوطي. الصحيح حد الصحيح مسند بوصله بنقل عدل صابد عن مثله، ولم يكن شدا ولا معللا، والحكم بالصحة والضعف على ضعيره لا قضى إلا ما حوى كتاب مسلم أو الجحف سوى. من تقض فابن السلاح رجحا قد عن به وكم إماما جنحا، والنووي رجع في التقريب ظنا به والقدع ذو التصويب، وليس شرطا عدد ومن شراط رواية اثنين فساعدا غلط، والوقف عن حكم لمتن أو سند بأنه أصبح مطلق النسد، وآخرون حكموا فضربوا لفوق عشر ضمنت الكتب، فمالك عن نافع عن سيدي وزيد ما للشافع فأحمد، وابن شهاب عن علي عن أبي عن جده أو سالم عن من نبي، وعن عبيد الله عن حبر البشر هو ابن عباس وهذا عن عمر، وشعبة عن أمر بن مرة عن عرة عن ابن قيس كرة، وما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد عن شيوخ سادة، ثم مسيرين عن أمر علي عن عمر ما رواه عن علي، كالنجم رأى إبراهيم عن القمة عن ابن مسعود الحسن، وولد القاسم عن أبي عن عائشة، وقال قوم ذو فطن. زينب علي شريف أوه نوقاد الدونتو قصيدة وسكلي هاي نيكال ريجر من القيس وعربية ذو كسابسا هسودوات. بسم الله الرحمن الرحيم، وحان أقرر ربا شعر عمر القيس، وحان كا أقرر حلفة إمام مالك، وأن كمدها قبلها تقرجين. لها مقلة لو أنها نظرت بها إلى راهب قد سام لله وابتهل، ألا رب يوم قد لهوت بذلها إذا ما أبوها ليلة قبه وفل، فقالت لأطراب لها قد رميته فكيف به إن مات أو كيف يحتبل، أيخفى لنا إن كان في الليل دفنه، فقلنا وهل يخفي الهلال إذا أفل، قتلت فتى الكندي والشاعر الذي تدانت له الأشعار طرا، فيا لعل لما تقتل المشهور والفرس الذي يفلق هامات الرجال بلا وجل، ألا يا بني كندا اقتلوا ابن عمكم وإلا فما أنتم قبيل ولا قول، قتيل بوادي الحب من غير قاتل ولا ميت يعزى هناك ولا زمل، فهيه وهيه ثم هي وهي وهي منل من الدنيا من الناس بالجمل، ألا لا ألا إلا لآل لابث ولا لألا إلا لآل مرحل، فكم كم وكم كم ثم كم كم وكم وكم قطعت الفيافي والمهام ألم أمل. برامجك وقب قبو بحيربا نور لمن صبرنا أذكار تواصلنا كواننا عندما يسنع علمك أي وحال شبه أيو والدين ته أي علماء محنقع سنينا إنه ينو صفران وينو دلقاتان أنك بهذه من مالك دان هاي مرها دان برقنا وصاو برقنا وحن حيري كرامالا مرك ما أنتو كالي محان لها وحاكوت المامة قرن هاي لكن وان برقنا مرك نو دلقاتا جزاكم الله خيرا وحوير هيا مجموعة كالي وآخرنا هيان المنظومة الفطفرية للإمام الأنور حفص عبد الرشيد عدو هي مجموعة ذي. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن طالبات من معهد إمام مالك نقدم إليكم منظومة الفطفرية
في علم القواعد الفقهية للشيخ فضيلة أنور عبد الله بن عبد الرحمن الفتفري رحمه الله تعالى. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي قد أنعم على العباد بالهدى وأكرم ونزل الكتاب والتبيان وعلم البرهان والبرهان وكمل الدين حنيفا هديا في كل دهر مستفيضا باقيا وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام وآله وصحبه ومن تبع لهم بإحسان إلى يوم الفزع. من اهتدى بهديه فقد ظفر ومن يعد عن ناديه فقد خسر. تلفي به إلى الفلاح منهجا وعن جميع المعضلات مخرجا. فليس خير خض إلا قرر ولم يكن من شر إلا حذر. فديننا لم يخلو عن حكم على مر الزمان لو بدا ما أعضل لأنه قد احتوى قواعد تستخرج الأحكام عنها رشدا. وهذه أرجوزة محوية فيها من القواعد الفقهية جمعتها من قول أهل العلم وشرعهم من نثر أو من نظم. سهلتها لطالب القواعد تأتي مع الإيجاز بالأوابد. حقا ويرا يا حقا قبلها ما كسر ضمانها يا مجموعة وآخر دونان كتاب كلامية ابن تيمية محمد ورديري يا عبد الرحمن شيخ إسحاق ديري. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب السحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. ولكلهم قدر وفضل صادع لكنما الصديق منهم أفضل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم منزل. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات صفات أمرها حقا كما نقل الضرز الأول. وأرد عهدتها إلى نقالها وأسونها عن كل ما يتغير. قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخضل. أردت أسكول لذا وحي سميان أقول ودويهن صلاة لو قد بيئال وقانا كسوهي إنجريزكي وحي مر كتبتي لو لقبي أفصمال لو لقبي وحي أسكول ديان إن يكون لقبي إنجريز مر كحونو يلا هيا أرضيات تفسير في القرآن كوفة سريسو لغة الإنجليزية ميمونة عثمان عبدي وحان للي قاضي فرشة عثمان أسولوا ميمونة وحان كميد حي أرضي دمات تخرج جيسو مقعيقنا وميمونة شيء عثمان وحان روا صورة كميد قرآن كان إنا كتف سيرة لغة الإنجليز كان لقيسي وعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-Asr. Surah Al-Asr is 103 chapter of the Holy Quran. It has three verses and it is revealed in Mecca. This surah is concise but profound with deep meaning. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. والعصر. By the time, إن الإنسان لفي خسر. Indeed, mankind is in loss. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
except those who have believed in them good deeds and advise each other to truth and advise each other to patience. As I said, this surah is short, but it has deep meaning. Allah subhanahu wa ta'ala took an oath by swearing on time, and it is only him who can swear on time, on anything. But the servants of Allah, they cannot swear on anything except him. If they do that, it is shirk. And we are told, human beings are in loss. Why are they in loss? Because they are going against the commandment of Allah. And the ayah continues, since it is said human beings are in loss, there are four people who are exempted from them. One is those who have believed. How? They have followed the principles of faith and they believe in Allah subhanahu wa ta'ala. They came up with what you call ikhlas. Secondly, they do good deeds like reciting Quran, giving out charity. The third is they advise each other to truth and exercise integrity. The last one, they advise each other to patience. We know we are in a world of temptation and challenges. So in this world, you are supposed to be patient so that Allah subhanahu wa ta'ala will grant you what you want. Lessons learned from the surah, time management. Since it is saying wal asr, human beings, they don't take their time seriously. They always waste time. So I want to talk to our mothers today. We normally say, I am a mother, I'm raising kids, so I don't have time to go and seek knowledge. That is not the case. The world is short. Kindly set priorities and take your time seriously. Secondly, believe in Allah subhanahu wa ta'ala. The last lesson we learn from this surah is encouraging one another to truth. And the last one is promoting and encouraging patience. Patience pays. Hada wa billahi tawfiq. Waxa ku xidhinaya ardayadna akhrin doonto al-madhum al-fatfariya Maryam Muhammad Wali. Wahiya al-akhira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waxaan ka minaya ardayada macadka Imaam Malik al-Islaamiya dhigata. Waxaan rabaa inaan akhriyo madhumat al-fatfariya fi qawaa'id al-fiqhiyya. العلام الشيخ أنور عبد الله بن عبد الرحمن الفتوري قال الناظم رحمه الله تعالى الحمد لله الذي قد انعم على العباد بالهدى وأكرمه ونزل الكتاب والتبيان وعلم الأصول والبرهان وكمل الدين الحنيف هاديا في كل دار مستفيدا باقيا وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام وآله وصحبه ومن تبيع لهم ذي إحسان إلى يوم الفزع من اهتدى بهديه فقد ضفير ومن يعرض عن ناجيه فقد خسر تلفي به إلى الفلاح منهجا وعن جميع المضلات مخرجا فليس خير قط إلا قرره ولم يكن من شر إلا حذره فديننا لم يخل عن حكم على مر الزمان لو بدا ما أعضل مر الزمان لو بدا ما أعضل لأنه قد احتوى قواعد تستخرج الأحكام عنها راشدة وهذه أرجوزة محوية فيها من القواعد الفقهية جمعتها من قول أهل علمي وشرحه من النثر أو من النظم سهلتها لطالب القواعد تأتي مع الإجاز بالأوابد تقريبا أفر أرضي بأي هارتين بارك أنت عن صبرنا وحنو يريها يا الطالب شفيع عدو عثمان ونو أخرين دونه كتاب كسر في إلى مئة الأفعال وحانو أخرين دونه إلهي هدو إلى هدو كتاب كمجعسو يا إلى مئة الأفعال
وكم إذا كتبت معتك لو أخرس. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب المزيد. كأعلى ما الفعل يأتي بالزيادة ما ولو ولا استقام حرج ما انفصلا. وافعل ذا آلف في الحشو رابعة وعاريا وكذاك بيخا اعتدلا. تدحرج او يضح لولا اسبط وتوالى مع توالى وخلب سنبص اتصلا. واحبن ضاح واحصل اصلا قاتم اسكن سلقا قل نصاد جور وتر والتمور تحيلا. زهزقتها القمت رهمستك وألا ترى شفت اجفاء الوصل هم قدرا جملا. تلمستك التبت جلمت وغلسم ثم ادلمسا رمعت وعلا انكسا تخلا. وعلا وضاع ثوججت بيضرت زنبل زنبل قد ممنة صلقا واجتنيب خللا. مقعي وعب شكور وحان كمي دائر دادر يتوخ معهد الإمام مالك الإسلامي. ندو ربي سبحانه وتعالى إذ محارو إنها كتاب كي عمدة سالك وعودة الناسك الإمام أبو العباس أحمد ابن نقيب المصري سكالها إنا وحير كتاب تدوختي إي سامحو. شيخ رحمة الله عليه كتاب كي سوحوكو بلاوضي أوكوف فرتي من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. علماء الشافعية نساس سيقوان أو ساس عادوة كتباتك ومركي ألفان حديث كان يأذيك سدان حديث مركا حق ماشن عند البلاغة مركي لجو حالي رذا براعة الاستلال وعوان أم أدلوكو تسينا شيخ رحمة الله عليه كتاب كي سوقورا إنو هي كتاب فقهي مركا وشي كتسينا مقدمة الوو تسينا شيخ كتاب كوحو أغهاد للا مفقيا محديثا متوحيدا مركا براعة الاستلال. من يريد الله وقفك الله ولد ونبي قفك يسير خيرا خيري وناك يفقه وحو فهمسيني في الدين الدين تهو فهمسيني. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله ما على ينكب الله وانا اللي الرحمن نحريس قو نحريسنا اللي الرحيم نحريس قاران المؤمنين تهو نحريسنا. الحمد ماضي لله الله يوسقنا تالي رب العالمين عالمين كرب قوضهي وصلى الله اللهم على سيدنا سيدك ندشي محمد محمد وعلى آله آل كيسي وصحبه صحابه سأجمعين دمان طوي. هذا مد كان مختصر ومن لسو قابي على مذهب الإمام إمام مذهب كيس نقدر سعده إمام كي الشافعي شافعة رحمة الله إله حريسي سيوردان ورالي شديسو عليه شافعي دشي ساعته. اختصرت وانكسو قابي فيه أي في الكتاب كتاب القديسة على الصحيح أي على الذكر الصحيح وح صحيح أين شيوه ومن المذهب مذهب كمدة عند الرافع رافع كتي سنة كصحيح أي والنوي نوي كصحيح أو من سماء أحدهما نوي رافع متكو كصحيح. وقد ذكر إنا شيغا ياير فيه أي في الكتاب كتاب قديس خلاف خلاف إنا شويرته وذلك أرن كأسغي شيغيد خلاف كوحو إذا اختلف تصحيحهما أي تصحيح النوي الرافع نوي رافع تصحيح عمر كويس خلافه شيغو بلدي خلافان يا هرمرنسا مقدما أنا حالان أي مت هرمرين أو للتصحيح النوي نوي تصحيح إذا فيكون حوهانا مقابل أي مقابل قول النووي نووي قول كيسو حكسور جاء ورجح حوهانا تصحيح الرافع رافي تصحيح إذا وسميته حنكم عايه كتاب كني عمدة الصالكي كي وضد حق هقادة يتير كي سوعتك الشناي يو عدة الناس كي عوايسنا قلب كما لذوك عوايسنا أما كي عوايسنا يسهديسو والله الله أن أسأل ويدين أن ينفع إنو كوانفعه به كتاب كني كل من طلب القراعد والبوض وانت كتاب كيني برطه وهو رب سبحانه وتعالى حسبي ومتك أغفلا ونعم الوكيل أحد تلسارتان وحاولني مع رب سبحانه وتعالى. كتاب الطهارة طهارة أو كتاب يعني طهارة لغة وحالي رادة النظافة حق استلاح وحاوي ورفع حدث أو إزالة نجاسة حدث ككوريل دي وسامة نجاسة زولتانك طهارة الويرة طهارة وحاوس وقنا مقاسد وصائل وصائل وصايا هذا هو برشان وبها وصيلة محالي رادة وصيلة هو شيء إساء نكو قارسين أما وصيلة وحاوي وحيابا طهارة الوقار مقاسد نوا طهارة دنها لقليه مركا ظهر وحيلها وصيلة وصيلة وحاي وصائل الظهر وأفر ويا الماء يا التراب يا الحجر يا الدبغ أي آلة الدبغ مقاسد الظهر وأفر والوضوء يا القصل إزالة النجاسة الدبغ وي قال لنا والتهاد وحاي وصائل وصايا مركو حكور من وصائل الظهر وحكمدها الماء هل كان الشيخ حكور من الماء ولماذا بيها أو بلاد علماء حيلين وحيابها الظهر غاتوا حاصل وها بيها مركا أصل كيوليري كرو
إن شيء ضروري أو دواتا مش كنت إن لك إنه ما هبونه. مركو حير قال مياه وبيه أقسام وقيبه ظهور بيه ظهوري وظاهر بيه ظاهري يونجس بيه نجاسه فالظهور هو ظهور كم يعرف تاشخه والظاهر في نفسي وبيه نفطه ظاهره المظاهر وهي ظاهرنا لغير غير قاضي والظاهر كوي ظاهر كم يعرف تاشخه والظاهر في نفسه وبيه نفطه ظاهره ولا يظهر أن ظاهر غير غير قاضي والنجس يكون نجاس غيرهما ولا واسيو حكسواره فلا يجوز هذا دوم بناني إرادة شافعي رفع حدث حدث ككرول جيسو ولا إزالة نجس نما نجازس كزولتان إلا بالماء المطلق بها لسكاد لاقموي وهو بها مطلق وهو بها مطلق حوي الطهور وبيه ظاهر على أي صفة تلمامك كأو كان هو آذي من أصل الخلقة أبورتان كأسل كيس ويكره حكالو لك هذا إرادة شافعي بالمشمس به لغرحي في البلاد مغالوين كالغرحي مغالوين كالحارة كلان في الأواني ولش لوك اللي ولش المطبعة تيديس ماي وهي ولش وما يدرق ويحل وقرع بالمطاريق الدربوين إلا الذهب ذهب كموي والفضة في ضوء وتزول ويزوشا الكرات كرات ويزوشا بالتبريد قوجين يكزولي وإذا تغير الماء بيها دي دورسومان تغيرا دورسوم دورسوم كو كثيرا فربضان بحيث ميل بي دورسوم يسلو ليسي وعنه أي عن الماء بيها حقيسا اسم الماء بيها مغا عابد بمخالطة الشيء شيء كل عتان كي سيكو دورسومين شيء قو ظاهر ظاهرة شيء قو صورة قليتاي الصون وإن لقي لا عنه أي عن الماء بيها حقيس أو مسمى استعمل حالا استعمالي دون القلتين بها قلتين أيها كير في فرض الطهارة الحدث حدث فرض الظهر قاشيس ولو للسبين عنه قرهب وسقناته أو النجس وما بيه وين جاسوين ولو لم يتغير يبس اندرسو منه لم تنجس الطهارة به بياس لو ظهر قاتم بنا له الشغيرة ويرهيا جمال إسماعيل وكتاب من كتاب كوينة وآخرين دعونا من أجل الطالبين ونصوح خلاصين دعونا فليتفضل waxaan ka mid ahay ardayda macadka Imaam Malik ka taxrujay samanta bal waxaan isku day doonaa in hal bab oo ka mid ah abwaabta kitabka minhajka aan hal yar sa u dul istaagno wixii aan qaldanade culimadu way fadhiday hal iyo cudur daaro magac ardaynimada hal iyo cudur daaro wali kama nazulin magacaas inaan wato wali sheekhu wuxuu yiri babul mashil khuffi khufka oo la masax baabkeeda شيخ وحير يجوز وبنائه مسحقة في الوضوء ويسد أيوك بنائه للمقيم متك النجا يوصق نادي يوما مال يوليلة هبين وللمسافر إنك مسافر كان ثلاثة سدح بريب لياليها هبين ذي ذللقوا من الحدث أي من بعد تمام الحدث حدث لما يسترن كيس لقبله بعد لبس حرش كذب شيخ وحوش يجي مسح على الخوف هرتي إنه بنائه وإنه بنائه ميت جوري يسجوج يا ميت مسافر الله بدو ويه بنانته ميت كمسافر كا وحلو أقول يا هل مالين أكل يا إنه مسحه مالين يهبين كده ميت كمسافر كان سدح بري هبين ذي ذا لقى بلو أقول ياي شيخ وحوي رفعين مسح هذو مسح حضرا أسوق جو ثم سافر أو سفره أو مسمه عكس أو عكسيه أسوق سفر بو مسحي كدبو نجاد ما أسوى حضر بو أسوى سفر بو مسحي كذبون نجادي لم يستوفى مرة ما يسترى مدة سفر من سفر مدة دي مرة ما يسترى يوري شيخ كذب شيخ وحيري وشرطه شرط وحوي ومفرد مضاف مركا وشرطه شروطي سوى حاكم ده شروطي سوى حوي أن يلبس وإن لحرته بعد كمال ظهر ظهر مركو لما يستر مكذب الظهر مركو لما يستر ما كذب شيخ وحكوا ذا لقطة مديك تمرك على نقضه ما جلين كرتيد خوفك ما جشين كرتيد هذا لقطة بديح ذا عن رقين سواء إيه تاي لقطة مديك هذا جلس هذا رقين لقطة بديح ذا وحي الظهر كذا ولي وواحد من يها يا قشته مركه تاسويان ساترا نوي مدى أسطورة محل فرضه فرد كيس مشيس ظاهرا ظاهر وينوي يمكنه مدى صورة قال كتها وينوي تتابع المشي صعد كصورة قال نمدي سفي لحد يسلقوس صعدة لتردد مسافر مسافر كنقنق الشديسة لحاجتي حاجتي سونا نقنا وقيل وحالي يرو حلالا حلال نوائن وهاد علم هذا قاربا بني المركة الشرد قاس أو حدا سيدي بيها مقصوب كبيه لصود عي يدل كعاد عذاب سيدي صلاة دا كتو كتئك أجا أصحي كاس ما وقي أصقادنا وحلال ما شردين هنا دي علم شيخ الحويري ولا يجزي أم الجدا مسوج مد لطلي مد لطلي كاس ولا يمنع من عينين ما أنبيا من عينين في الأصحي سيدي أصحي قولك أصح ولا جرموقان جرموقان مبنانو يري شيخ في الأظهر قولك أظهر كهدان قبان مركز جرموقان
وخوف فوق خوف بين علماء مرك علمدنا وي سوريان او 12 سوره اي كسو ساران 12 كا سوره 7 سوره كميد وا صحيحه شنتنا وخي دين وا باطله مرك 12 كا سوره بل هل مر هدان فيرين وخا ويان مرك كو ودورت جرموقانكا سوروين كودا افر وي وا اني يهين ضعيفين ايو ميدكا كوري انو يهي قوي كان هوسنا ضعيف وي ضعيفين هديين وا باطل على قول واحد midka kore haduu yahay qawi kan hoosana uu yahay dhaif uu yahay waa sahih ala qawlin waahidin haday yihiin qawiyeen shan suura ka soo bixay shanta suura ka soo bixis waxa weeyaan inuu idlaaq niyadiisa uu idlaaqo iyo labada biya kan hoosana biyaha ay gaareen inuu kan hoos inuu labadoodaba u qasday kan hoosana biyaha ay gaareen kan hoose inuu u qasday biyihiina ay gaareen saddexda suura waa sahih labada suuro kale baadilka ayadana waxa weeyo ee kan hoos u qasday biyihiina ma gaarin kan kor u qasday kan hoosana biyaha ma gaarin labada suuran ayadana waa baadila marka waxaan haysanaa saddex suuro baadila haday kan kor haduu yahay daciif mid ka hoosana qawi uu yahay asagana shanta suuro hadun baa ka soo bixay saddex suuro kamid waa saxiixa laba suuro kamidna waa baadila saddexda suuro saxiixada waxa weeyaan inuu idlaaqniyadiisa kan hoosana biyaha ay gaareen labadoodaba inuu u qasday kan hoosina biyaha ay gaareen kan hoos uu u qasday biyihiina ay gaareen saddexda waa saxiixa ee labada baadiladan waxa weeyaan kan hoos uu qasday biyihiina ma gaarin kan kor uu qasday kii hoosana biyaha ma gaarin labadaas ayadana waa baadila marka todobada suuro saxiixada iyo shanta baadilada ka soo bixi wayajuz waxa banaan buu ku yiri sheekha mashquuq qadamin mid jeexjeexan kaasoo shudda la adkeeyay fil asaxi qowlka asaxa wayusan waxaa la sunayaa uu yiri sheekh مسح اعلاه انت سكر ان لم مسحه و اسفله انت سوس خدودا سي جيد جيد لو مسحه ويكفي وحا كو فيلن بو يري شيخ مسمى مسح مسح وح لو مغعاو ان با كو فيلن انو مسح قفكه كاسو يحادي و لم مقابل سينا يعني ولا سمع الفرض ما يجي فرض الا اسفل الرجل لقطه انت هذا هو سمويين اي وعاقبها عربته فلا اي فلا يكفي مسح مسمى المسح وايد على المذهب قولكم مذهبك هذا كو سكن قلت حايري حرفه دين عيسى كأسفلي هستي سولم ديور شيخ والله ألا أعلم علم له ولا مسح مسحتان ومسقنا عن لشاك متشكسا في بقاء المدة مدة باقي عن شيء ذاك شكسا ومسقنا نبو يور شيخ مسح فإن أجنبه دو جنابه وجب وحواجبي تجديد لبس حرشد إنه صعص بنيسيا واجبي وحلام وحيالي مبدلات كمتان ومن قفك نزع الزيو سيبه والحال هو أسوأ بطهر المسح مسح ظاهر نقشيه سكسوا غسل وحرقي قدميه لبدي يسلق وضبرقي وفي قول قول كلام وحليه يتوضأ ويسي سنة والله سبحانه وتعالى أعلم وحن أير هيا وأقود دمبيا أقصى قابين هيا زياد حسن خليف عبد الحكيم نور محمد يو عبد الحكيم شكري لوبو ونو آخرين دونان منظومة القواعد الفقهية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله تعالى أني صاحبي ذي وحني آخر دونا قبير أو كمدة رسالة قواعد فقهية لشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا الله بعلمه وإياكم قال ناظم رحمه الله تعالى وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم والنكرات في سياق النفي تعضي العموم أو سياق النهي كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا ومثله المفرد إذ يضاف ففمديت الرشد ما يضاف ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل وكل حكم دائر مع علتي وهي التي قد أوجبت لشرعته نحن هاي
أرضي كمدا أرض خريجين تا أمانتا مركز إمام مالك الإسلامي كتخرج إيسا أن حقيقة أدبا فرحدو دريميا أن محايل ومال به أنكو سهمين جرينا سوغارو نحن مهدعين يا مركز كواد ربي سبحانه وتعالى ونوسو رقلي إنا ضمينو معد كمين بداية إلى نهاية ثانيا مركز لواد نحن مهدعين إنا أنا مهد علينا يا مدير مركز إمام مالك الإسلامي شيخ محمد عبد الله آدم أبونا الكرام أصدقنا وأنا مهد علينا يا هيل كنسو قارسية يا علماء أنت ذكر الأمان وحان روينا نخريا آيات كمدى القرآن كريم كالتفسير كوضاء أنا قوى آيات بصوت قابنا لقلة الوقت مركز دقيسي وعن لغبضة أيان أيان كوب الله ويدونا آيات كمدى سورة آل عمران سورة آل عمران وصورة مدنية وحي كميتها القرآن كي نبي كسو دقي انتو مدينة وجوغ مدينة منورة ان سورة آل عمران لو بقلو ايضا ايكا كوانتا هاي وانا باتفاق خلاف كمجرو سورة آل عمران قصة ايه لهذه سبب النزول سو نزول كذو حوها قفار وكراش ايه النبي صلى الله عليه وسلم وإيما ذين ايه دون انا كلاضو عن عيسى عليه السلام أرن كيسة وحكاة من سنة لو مدمتكو هذا إنه ابن الله أها أما إله إلهي هذا كم إدها سورة مركة إنت هذا بضان إنت هر إنت هصيك هذا يسا لكن عشر كي كمان توقوك باللاونا يا آية دا بقول تدواتني اللي حدا يوك باللاونا يا لقيسو عن مركة حكا دعين قارقة يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين أرداش اشتروا إفسدي الكفر قال لماذا بالإيمان أي بدل الإيمان إيمانك بدل كيسة قال لماذا كو إفسد لن يضر الله ألا دي بما يان شيئا وحبه ولهم حان أصق ناذي عذاب عذاب أليم أي مؤلم حنجيا ولا يحسبن يوصا ملين ولا يحسبن الذين كو ييسا ملين كفروا ألا كفري ولا تحسبن هذا تحتنا وقراءة أيضا بنان والنبي قال كل عيسى أو وحي نقنس الذين كفروا آيات وحي نقنس مفعول كذي كواد مفعول كلواتنا وحي وقادنا سا أن أنما نملي لهم بيقادنا سا هذه ولا يحسبن الذين أعطهتنا قال هذا والله أحد ليا مركو حيرة ولا يحسبن الذين كوي عيسى أمرين كفروا قالوا أنما كي نملي أن أكرينين وزيادينين وكيدينين لهم إيغا خير خير إنو أيوه قال ذي يسن أمرين لأنفسهم نفتوضا إنما إن كلماءها نملي وان أكرينين وان أزيادينين وكيدينين لهم إيغا ليزدادوا سيء أزيادان إثما دنبي ولهم محان أصقنا ذا قال ذا عذاب عذاب مهين أي ذو إهانة إهانة صاحبة ما كان الله ألا موصى أهان ليذر المؤمنين أي ليترك المؤمنين مؤمنين تمت كتغو على ما شيء دشيس عليه أنتم أي أيها الناس عليه دشيس آدهذن حتى يميز إلى أكس عربي سبحانه وتعالى الخبيث متك حن منافقة من الطيب متك وناكسا مؤمنك هاي وما كان الله ألا نموأهن ليطلعكم كي أغيسيه أو طالعسيه على الغيب وحيابها مقن متك يا ربي سبحانه وتعالى أدوميس أغيسيه موسى أهان وأصدق أيو خاص كيهي قيبيات ربي سبحانه وتعالى خاص كيهي ولكن الله ألا يتبه دورتا من رسوله رسوشي سحقه من عد أيو دورتا يشاو أودونه أفآمنوا رمايا بالله ألا إيو رسوله رسوشي سحقه وإن تؤمنوا هداد على الرميسان وتتقوا أتكعبستان فلكم محايدين سقنا أجر أجر عظيم أيوين ولا يحسبن الذين كو يايسا أملين يبخلون كو بخيله بما آتاهم الله على مالك أوسي ومن فضله فضل إيسا كمدة هو أسقى خيرا لهم خير إنو إيوه بخيلتان كالزكادة إيا أيديدا إنو خير إيوه يايسا أملين داد كاسي بل إسكا ودافع إنو خير إيوه هو بخل كاسي شر لهم شر أيوية هاي هاي سيضوقون والله قردوبي أقرت أي الله ضوبي حوله ما أنت قيام هذا ما شيء ما مالك أي قرت الله ضوبي يا بخلوا أي كب خيلان أو أيسا بحن به مالكاس
يوم القيامة مالنت القيامة ذا حول هذا ما مالنت أقوط من أن حج يكون قنين إيه حق أنت أو حق بدنا أو قنين وقت ياسه آخر أنت لقى صديقه ولله ألنا ميراث السماوات سماوات كدحل قضاء يا أسق نادي والأرض لك دحل كيسة والله ألنا بما تعملون واحد سمين إنسان خبير متكي حق قال وأقوي لقد سمع الله ألا ومغلى الله سبحانه وتعالى وحن كعذر دارنا مرت شرفته يا والدينته هلكن صوحة ذري عرته ذي أركن أو آخرين بمعنى معها عرته المستمحوا لو تجي أو حمق جرنا هيان معه وقتها أوير iyo ardayda fara badan ba isku kaana qaftay marka ciidii aan ka gaarno baan u yeereeyney marka waxa dhacda arday halkan soo istaagay oo ku meesha fadhiyo ka mustawa sare arinta arin mustawa ma ah marka waxa soo dhaweynaya raiska macadka sheekh maxamed abdullahi adam sheekh maxamed yare wali tafadhal jazakallahu khayran ilaahi subhanahu wa ta'ala ma san الله ينوكل من مكانك مركيساً ينا خيرك يا مشاركينه حفلة ما هذا الله هذا حمل يا علماء دينا يا مسؤولين تمكاتب تكسرون على جوعان ما هذا بعلينا وحان كلو ما هذا علينا ساتيد معدك أرنت جهد فرب بدن يددار فرب بدن بحيين وحدة أركيسين صوص عارين وحان ما هذا علينا والدين تا يا قبلها يا كان أنت وما سيهين وحان ما هذا ينعلنا بعد الله شخصا عاني أو منسق مداده حفلتها سفي عنا وداده خير الله سيو رمت إن سيو النوان ربي لهم فان ولا فرق ما قد نمي أو أحبلا بينورنا لما لا إلا أنت نقص قابلنا إنا وحان رواه رب سبحانه وتعالى رالك النقض تحسن لأقعد وحان رواه سودويو شيخنا شيخ عمر معتك قيبه حلقه خارجك دعوه آذان سيه بيش رمضان وكلا بيش هاسو كلا وي مغنادان وحان رامركا شي عمر نو ييري وحير بالاساك كميدها دادك ما عرقتايو بحي دعوه انو مركا بالحوغا كوار بحي وحي لسو كل مين ونصوك قايو حالي شي عمر تفضل مشكورا ومأجورا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد رمان وان سلام يا علماء أساتذة والدين تا أرضي دا رمان وان سلام يا قارحان حنوم هدنق يا كوي تخرج يا بحية يجي والدين تودي يا دتك وحصاب براي مع الإدارة دي وحيد الله هاي وامها سنتين جزاكم الله خيرا معك إمام مالك وحوج تدور هديت يا حق الدعوة دا هذيت أي حاجة تعلين تبلشاد الإسلام كوحلا برا دور وين أيو كلية هاي دور كاكسوكو وحولية هاي في فرعوني يا نشاطات أسمي يوم عاد كإمام مالك نشاطات كأصوام هاي وحولية هاي مركا دعاد للديرة مروى لباء ومدرسة أما ما عاد كالحيرة دعاد أي على الديري دعاد مركا ملف ربضان أي دعوة جارسيان waxa kamida meelaha gaarsiyan sida malindi oo kale waxa kamida countiga garissa laga soo bilaabo ijaara faafi dadab lagdeera balambala dhammaan tuloyinkooda waxa macadka u dira ducadi ka soo jeeda qof walba meesha ka imaade ayaa loo diri si risaalada iyo aqiidada saxiixa loo gaarsiyo tuloyinka iyagoo macadka markaas ومالجرين يودتك هالكاس آدي وحاكمي ده مالها كالي كونتغا وجر مندقوين كيسا كالي دوان ايغان الدعاد بالو ديرا وحاكمي ده مندرا او كالي كونتغا مندرا تولوين كيسا يساب كونتغا كالي دوان ايغان الدعاد بالو ديرا مالها الدعاد اتكتا وحاكمي ده حدود إثيوبيا يو كينيا سيدة مويالة يو حلميتكا ayaa tagan samarka macadka wuxuu kaloo leeyahay faracya farabadan ayuu leeyahay macadka
سادوكتين محتك أصلك أقوين وكان أجوكتين قيبك لو دمرك إليهين خريجاتك إنت كبحي وإيقنا إيقوالا دقالمي جهليك إن لعرب تيرا ومدنا لقارس يدين تا إيقونا وانلين هاي أو أصلا إيقون هلكن وكويا لا تحفيدن إنتو كويا لا إنت أسمرك وحاد إراد إن قارس أنكولين هاي تحفيدك لو فربادن أنكولين همقالة قارسة قارس خارج كذا وحاكمي ده تحفيد جنب إلمير شايدهان أسغن تحفيد بانكولين هاي هدان النقضة حقا معاهيدة أن اعترافني أو إمام مالك رعصان وحاكمي ده معهد كإمام مالك وكويا له إفو باكمي ده خميس توهريبان كقيب غالي مركة حفلت أي لهايين قابك وحبر الشادو ده إيو قابك أصو بندقين إيو كتبتي أخرين أين آد بنوسو جيدتي صوبتو كتابة واوين أو علماء إما ربانيين إليهم بالأخرين أي إمام النووي كتاب كسال أخرين أي قرن يلح بقولات وحال أخرين ابن مالك وقرن يلح بقولات لغا يابانا جينا نكجوغ نسيدات بقولوصانا وحا كميدا حافظ بن حجر كتبتي سوحي لأخرين أي أما إيسو بن إيجيين مركة تاوحي كتو سنهسا ومدى أمدادك صوبر باريو إن لغحير أيو إبرانيان علماء ربانيين تها أنا صو خدمات الدين تا لوجنا الضيان يو خدمات الدين تا أي أخدمين وحا كميد أدق حلي أوكلا إمام الشافعي أي لي هذا لكن إمام مالك أيو كتر سنها أو سجن وفرع وحا كميد وجار نفط هذا مجال إذا نفرع بنقولين نهاي وحا كميد مال وجار شن يتمان كيلومتر أجرت ولا ده وعجلة ودور جر أن زيارنا يجون بنقولين نهاي ما حد أيام كلين نهاي مركز سيدا درت هذا معهد إمام مالك رسالة وحن بارسانا وحكوطة لقال إنو كفي ديو مالها كفوق إمام مالك سير رسالة يدين تا لوغو قيبيو هدان أصو نقضو هدف كاللوغة جيدي مر الله على مركي معهد كالحيري أصوهم كاللقارو قف والباء أرضي الرق يدوم مربا ماشي وكونا قونا إنسهاي لسيو دعوان وكجيديو وحاوي مركا وجيدادة أما مهمكا إن لغا قيب خاطو أمد إسلامك إن لديسو أخلاق أهان لو ديسو دينيان لو ديسو أرضيق نفتيسا إن او دريم بلشاد او كا إماد يتولد او كا إماد إن او باهان تهي سي هالكاس اي اوغا دعضو مركا تعاون على البر والتقوى وحاكا لو فإذا تعارف أرضي دوي اسكو بران هيان مركا اندان وحالا وحي وجير كا إماد مان كا إماد والسوغو تيني تي ايغا اسوي دينيان ورادق وجير حقا كا إماد مركا دمو اسوى دبرتين أرضي دو إجارة كا إماد أما مصلاني إله اللوقو أيقون قوني بالله شيرين يومرك توصيات بالله سيني كوي فافي كإمادو كوي كإمادو محو أهداداب كوي كإمادو اللقديرة فإذا ذا إكهلن وحاوي إن أي أرضي ذا آم برنو مفهوم كاة جماع إنو حلقو قبان كارو أو جماع هذا أي تاي قوة دي إسلام كإسلام كإنو ميدو وجماع نمو حقو قبتو لباتنا أي تاي إن لك لا تقو أما فرق فرقا لباتنا أي لاذاي taas iyadoo laga bixin macadka uu fiirini ayuu macadka wuxuu isku xiraya qolo walbaba iyo deegaanka ka imaatay sababka sida loo yeelina waxaa la rabaa in la soo saaro jiil tarbiyeysan jiil daacwi ah diintiisa iyo adduunyadiisa fahmi una gudbin karo meeshu ka imaade saadarteeda marka qafilaadkaas waxyaabaha qabtaan waxaa kamid ah kutubta inay akhriyaan inta soonka lagu jiro masajidka inay taraawih ka bixiyaan إمام كيسي جوجي إنفصح لسيو أو كتبتي يوحي ورم لآخريو قار كود قارس إسكا إمادان أيضا فإذا ذي كميد تايمر فإذا ذو حاكميد إن أرضي ذا هلكن لغاد ديرو قريه إلهي سيد المساجد كو كالدور وين ومغضو أي كاقاتان فإذا ذا أيضنا يكميد تاي لأن النبي عليه الصلاة والسلام حديث إمام أحمد وري وحجره لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار أمر كان أو الدين تا وحجاري وجاري هلن دار إنتي جاران مرك أيضا مش أسمعت وكده حلقاضنا يو أي الرسالة دي يوحيابي وناقصنا هي وحال الرواين أرديد قدبيان عقيدة الصحيحة لنا ندق على مشرك يبيت عدي خرافاتك سعبادة مرك الله سبحانه وتعالى كل جيسة يجو حقيقة ده لقونا الصعدة تربية يمنهج كسلف كأوآ إن معلنا عاد نقطة أرضينا عاد نقطة معلم باتا يوحد برة تواسي جذني أرضينا واتها يوحد براني لأن النبي أنبياء السداسة أهينه جبريل بام علي نوها سوى أرضيني محمد يوسف قدبيني مركو حاوي أرضينا وانقوني معلمنا وانقوني صادرت هذا مركا أنا نفتي إذا دتك وحانها أب حيفافي قارهان ميل أد نوقف ولد هو قال ما قال حتى هلوقو زيارنكو قارم إلى بدن أيامكو قاري
مركا دعوة مركا ثمرات فربضان أي يالتي وحالنا يابي كتابا أخريناي كتاب مركات أخر سودتك تولوين كمداليا وحان أركي جري مقالة قارهان مسايدك ابن القيم الله نحريسة شعالي قوري وبعد ذور وحخريني ذاتك أي وذا قوريناي ذاتك تولوين كحيساء وقبان ساع مركات أخر سوحي كلها ينوات أليقا دالي سيدة أجعلين سيدة الوسو دويني أي وميد والبابو اسكدي إنو كو أفريو ونف أري وكو قالو وحيابهاس أي معنى يعني يا كميد وحيابهان أرقنا وحا كميد أرضي بحضي وحيابه فاربادا سو أركي بل وحان ويري راحة محمد علي دمان متشرف كهلكن سكوي ميدواني سلامي سلام كبيد مقعي وراحة محمد علي وحان كميد هاي أرضي دقتو معتك إمام مالي أولاً هرت معتك مالوين بضنا يوقف سماء ماشي كوباد وأخف سماء وحكم إذا ماشي نظن دحتى قلنا هاي أول قبرته متونت إشارة عذا وحاك لو كم إذا خيب دمر ككلي خاص وإيه وحاجرت معتك إمام مالك وحيال بضنا ومعتك كلا وجود وين هاي أوت هاي مركي بشر رمضان كيسو قليسو إن حفل الله قبته حفلة دمر ككلي خاص وإيه كل يا مدام أنا دعوة لي دري ما أقانن وحنقو هذا مسأن دعوة كجارسيو ماشي كلي أن كبرت وحيت هاي مركز إمام مالك أنا جو ما حد علينا يو مر لواط يمركواط يمسد حادو وكم هالسنة هاي أول كيس سنة الله كريجو دون يا آخره الله كأول مريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا الله سبحانه وتعالى يا مهدس كله سكوكن كيني قاعدا بركيسا فرح ديد والله ما أنت لما سكوك كرائد يا نفرح سنة هاي حمر كان أنا وهذا الكاسيد أديرينين سيبوا دجلا يا وحميسن ليسو استاجي أنا وحن كم ده هيرضي ده ما أنت تخرج يسا ومعك يوم مالك معك يوم مالك السنة دولي بقى وحوق الدراء أرضي مركب في الصحة لوبحة ومركب سيادة dacwada ka soo shaqeysa halkaas ee tuulooyinkaas banaanka ah ardaydaas iyada ah markay baxda oo ay soo laabato dacwada ay soo qabato wareysiga ayaa la yeeshta oo ah bal maxaad soo aragteen oo dacwada oo baxdeen maxawaro ka keenteen ardayda waxay ku kala duwan yihiin markaas ardayda ahda waxaan soo aragnay tuulo barakeysan oo tagnay oo dacwadii ka soo gudanay ee ardayda ahda meeshaas iyada ay tuuladaas aan tagnay daacwad far badan ayaa looga baahan yahay dadkeeda iyada ehna diinti hoos ay aga hooseysa marka aniga ahaan hadaan waramo dabcan tuuladaas aan tagay meeshaas aan tagay waxay ahayd meel looga baahna daacwada iyo diinta waxaan tagay soonke waqti hore oo soon markuu maray laba ahayd waxaan arkay dad oo iska imaadeen magaalada oo markaas xoolahood iyo waxooda keensadeen oo markaas oror u imaadeen iyo xoolahi soo ororsadeen laakiin aan soonayn oo maqaaxidaha galeeyeen oo iska qayilayeen dabcan waxay noqotay mushkil aad weyn masajidkii oo meesha ku yaalay booladaas iyada ee tuuladaas ku yaalay waxaan arkay dad oo ku soo tukanaynin oo markaas xaafadaha iskaaga tukanaya intii duqeyd oo tukanaysay markan meeshaas waxaan arkay inay u baahan tahay daacbad badan iyada kale xana ma ahan tuulooyin badan oo ka koreeyaan ila halkaasii oo daacwad badan u baahan ayaa jirta markan waxaan leeyahay warka aniga aan wada u yahay waxa fiican marka diinta la barto oo magaalada laga qalin jabiyo in tuulooyinka bal lagaare iyo booloyinka kora oo markaasii daacwadii la gaarsiiyo si markaasii diinta ay u fido ay u nashirsa hada diinta barato laakiin magaalada weyneed bas ala joogta dad badan oo ku baahan ayaa jira oo markaasi adigana ameeshan ka fadhisa markan waxaan leeyahay diinta loo baxa diintaasi la bartayna hal faafiya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ardayda la diray 4 sano horta socotay qafiladan daacwada ah ardayga markii la diray lacag inta laga siinay sanadkana ugu badnaa 80 qof ayuu macad ka diray lacagta ducada baxda 4 sano markii isku dardaro 170 ayaa baxday oo tuulooyinka iyo meelaha baadiyaha soo gaarsiiyeen diinta kutubna ka soo akhriyeen dadkana soo wacyigeliyeen sida markay tahay hal ogow macadka
ماله دولد وحكا قاطو أو سلطة أما حكومة مجرتو هي أدنى مجرتو لكن داد محسنين أو أرمها المعادك أوغيي أياك فائدستي وحالين هاي داد كاس صدقاء دا أي بحيين أو رمضان كدعوة دلقو غارسيي ميل والباء أو لغاري كارو إلهي سبحانه وتعالى هكذا يقول ليري إن رحمة الله قريب من المحسنين كو إحسانك السمي ورحمة إلهي بأودو ألها كذا يقول وانا فرصة أصوباً لغي إيو باهي معادك أصوباً لغي لأن مركي صون لك لطاقو معها فسحك لي أرضي والباو ماشو كأيما دا تقرير كامل بمعادك كينا تقريرك أرضي ذا إيسو قد بيين أيا مركة إدارة دا معادك أي مركز أيضا أرادا مالقلين أرادستا si ardayga marka asagana loo geysinimo galiyo loo tuso inuu yahay macallimka iyo hoggaamiyaha bari inuu asag noqono bishaar aadan arta ayan ku soo gabagabeeyna asagana ardayda macadka imaam malik kamida ka taqarrujtay oo ramba taqarrujtay asagana wuxuu soo arkay in wax nooga taabto bal qafilada iyo daacwada markay u baxeen xiyaabaha ugu muhiimsan ee soo arkeen waxaan kamid aha أرضي دعادي لدري سنده هذا الصورة في سيد وهران لقد وجهي معتك سند والبوحود را دعات وبحضة تلوينك هدية نقطة منطقة جارس يوم مندرة إدمان حدودها إن إثيوبيا إن لو أرين أرضيكو markii la diro labo faa'iido u leeyahay faa'iido kood waxa weeyaan ardaygu cilmi waa u ziyadi oo intaas wax baxsinaayo oo wax akhrinaayo mas'aalooyin fara badan oo ka qarsoonaa baa u soo bixi qodobka labaad waa ardayga kale waxa weeyaan faa'iidada labaad ardaygu inuu helo dhiranaan iyo geesinimo si uusan u cabsanin birka maalin hadii uu noqdo een sheekha mustaqbalka asoo rabo inuu noqdo balgaya waa inay reebto cabsi marka toobar iyo dhiranaan buu ka sii qaadanaya een mandiqada marka meeshaas dacwada laga gaarsiinayo anigu waxaan tagay een tuulada la yiraahdo saqa aniga iyo wadaad kale ayaa israacnay magaaladaas ayaan bishii ramadaan oo dhan joognay oono kutubka akhriyeenay een waxyaalaha baahida laqo waxa kamida in la gaarsiyo dadka tawxiidka aqeedada saxiixada ah in dadku waxay aad ugu baahi qabaan in la gaarsiyo aqeedada saxiixada ah dadayda la waxa jiraan masaa'il ay sanaqoonin oo laga yaabo in uu jiro qumud iyo qay wax ay ka qarsoon yihiin een markaas loo bayaaniyo u baahan marka waxaan dhamaan dadka ku dhirinayaa in ay ardadu diraan si ay u gaarsiiyaan cilmigii iyo aqoontii ay meelahan ka qaateen magaalada inay gaarsiiyaan tuulooyinkii iyo meelihii ay ka soo xireysteen marka samaraad fara badan baa laga helaa ayna dadkaasna ka helaan loo tagaayo dadka baxayana ay ka helaan samaraad fara badan bay ka helaan oo aan la meeshan lagu soo koobi karin waxaan ugu mahadcelinayaa arrinkaas idaarada macadka al-Imaam Malik al-Islaami uu hoggaaminayo fadiilada Sheikh al-Waalid Dr. Sheikh Maxamed Abdullah iyo Sheikh Sheikh Umar Xareed marka dhamaan waxaan ku dhirinayaa waalidiinta inay diraan ardadu si ay maartay cilmiga ay dadku u gaarsiiyaan markaan ifo tagay waxaan la yaabay ardayda waxay akhriyaan ismaal heen sidaas ay wax barteen ba waxaan dhihi karnaa kuwa anagani iyaga waa isku mid ba inay minaga badiyaan waa laga yaabaa ilaan ardayga wax bartaa ka badiyaa moogtahay marka waxaan la yaabaa mahadsantiin xaga dheer nafteed dariiq ay ku jirtee wayna la soo hadashay laakiin marba kalaan gaar ina iyada macadkeeda waa diyaar marka anagu maana la sugayaa insha Allah manhajkii wixii aan u geyno qaabkii waxa macallimiinta aan tababarno kadib marka macad Imaam Malik raacsan halka uu ka dhaco intaas aan doonay marka nafsadii iyo tiinabo inaan idin ku baraarujiyo kana warbixiyo qaafiladii iyo ducadii la diray waxay dhigi jireen Soomaalida culimada iyo roobo fadhi kuma ficno iska tag meel maaha marka tagto risaaladaada gudani
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنكو وريجيني الدكتور شيخ محمد عبد الله. وحنود عينا برنامج كدعوة هذا الجور بحيي خير الله سيا تضل على هنا لقى قبقاتي وإحنا لجوجي وإحنا جم قنبو. إلهي مركب وحنا قبرينا مالك إلهي نبركيو. حرور توديه الكو إلهي نبركيو خاتم الخير نقطمه. علماء دوا بدنيهين إلا إن شاء الله وان سو قابين دونا إنت أن علماء دوا يريد أن باللابين إعلان ير وإنت بدن والدين تينك عصدين والدين تلمهوذي إسكول كالإكتان والدين بدن بحال كالنوغو ما دوا حينو الشيغين معد كوالا بقيب قيب نسك هروسو قلا قيبنا نسك الدنب أردي دمار كان نسك الدنب سوك شوا أردي إسكولي سبت اللقاء باللابو إلا أربعين إكتان وحاجر أردائي كرو إسكو اللوضة لغتو فربضان ومعاتك لكيني أو صبتي أحد كريبا لو أقوليني إسكو اللوضة كسوتاقان إنتا كلا وقت ما هيانو والدين تماركا إنبانا وحي نوسو عرين وردائي ذن كلاوان قران أو من صبتي إلا أربعة كجرت إسكو اللوضة أردائي ذي كلا أو صبتي أحد كريب وقت هاي سمحانو هايسين ما أنت وحاربنا وحانو هاينينا وشاقنو وحان فرنا قسمي سبتي أحد بس أسكولي قلاسوه دي والا دياريي بابور كانوا والا دياريي مركا وحاربنا معد سبتي أحد أو أسكولي ده أرداي دي أسكول كان لغتو سبتي أحد كلي وقت هايستان سكن نريق اللقب الله إلا وحي كوسيو أرداي ده برنامج كو ده واديار اسنين تلقب الله وينرسو حريدين إن شاء الله معد كو ده والو دياريي gaari go'dana waa loo diyaariyay inta waa tacli inta waa ma aragtay waa laan hal ogaada waana sabti ah had kali waxaan rabaa culimadeen inaan naxgalo iyo waan yareyn doonaa hadalka insha Allah sheekayna go'ad waxaan rabaa inaan u yeero sheekh dhaqan oo mufassir oo magaaladana tafsiirka akhriyo waan ku leeyahay sheekh dhaqan oo tafadhal maskuuroo ma kuuran sheekh maxamed oo kale iyo culimada la dhigto mahad baan u celinayna aruura noo dhigtaan meesha anaga naftaanade marka insha Allah ta'ala rajadanadana waxa way inaan ka faa'iidno oo ma artay muxuu aha faa'iido weyn aan ka helno waana rajaynayna waana ka helna insha Allah ta'ala waxa marka yar in yar aan ka hadli ilmiga meesha lagu hayo waa ilmu ma artay aakhira dunyadana ma artay muhaqqaab buu kulee laakiin muhiimadda uu weyn ee ma artay looga jeedo waa sida Allah subhanahu wa ta'ala aktiisa janna looga heli lahaa oo aakhira janna lagu gaari lahaa wey ma aha adduunyada keli in wax maarta lagu raadsado waxa ugu weyn muhiimka u weyn waxa weeye qofka waa inuu Alla agtiisa janna ka helo jannada maxaa lagu gaarayaa waxaa lagu gaarayaa cilmiga meeshan lagu hayo oo kale ma aha midka maarta muxuu ahaa cilmi maarta lagu dhiga banaanaha ee luqadaha kale ma aha laakiin waxa weeye waa cilmiga diiniga ee inta lagu hayo wey marka hadalka waa yar yahay wax badan oo kale oo ku sii dari male insha Allahu ta'ala amaarta Allah nagu anfaco wixii meeshan amaarta maxaa lagu akhriyay ilmahana Allah maartay culimada ajir wax maartay aan maarta ka dhageysanay ajir Allah naga siiyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan maartay mahad u celinahay Allah jalla wa ala allahi fursadan iyo waqtigan iyo cimrigan iyo diintan iyo caafimaadkan allahi nasiiyay Allah samartay يعني ما هدو علينا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ما هدو اللبات وحان وعلينا هيا دكتوركا إيوه علماء برنامج كان رقية دمر باله معاد كان إمام مالك أهايد أما أهايين فكرة دي مسكح دي كدن بيسيسي بعد الله إني سو قارسيان هير كان نادا أن جوغنو وحان إلهي كبرنا هيا رق دمر وشيخ أوين هاي شيخ عبد شيخ محمد عبد الله في ميزان حسناتهم حسناتهن إنه إلهي أجريه يعني إلهي أبرنا مدى مدى كلا حضور كان يأرضي ذي والدين تي علماء كلا دودون سمارتي قرب كسيين ما هاد بانو علينا هيا أنت كذب إلهي سبحانه وتعالى وحونا ليه هاي وأمانا هيا داتك الدين تبرتاي نبي يسر إلهي وحكولي هاي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون
وما باهنا تفسير أن كسبه لكن باهي ذا ويجرته نبي وحد كتير هذا ورمسميهين موسكو طوبة موسكو قرادبة موسكو قيمة ذاتك إلهي الدين تي سبرتاي إيكو أنا برانين جوابت أنا جينا لجرته وأنا والده علمي جنا إلهي عن ذاتك حنباري وأمان علماء اللي راهذا إنما يخشى الله من عباده العلماء إلهي الدومي سوحا وكبقا كوا أقوانت لدين تي سبرتاي فهني أن لكم وحن إلهي نهي همبليو داتكاس دين تبرتاي همبليا أيان إلهي نهي شيخ إيتيم كيسن وحن إلهي نهي هدي وحا أموقتا بلنقاتك إيب قفكي ساس سمي إنوحو إلهي وافعلوا الخير لعلكم تفلحون واتقوا الله ويعلمكم الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وحبرسها لوكو هل اخري اي بي سي دي كلمه وحا لا اخري او هل فهمو تذكر لا غارسيو راي المهان ريركين يا كوسوكيان اما مالك كلمه فادي لسك اخو الاخياري والسابقون السابقون اولئك ما هو هذا المقربون ثم بس معلمين باتهين لما القران وحل وبرنا اي بوشن وعلو في المها فيركين عليك سوق هيان the globe the whole globe of Kenya is waiting you المها فيركين عليك سوق هيان تفضلين فادي لسك اخو القران امبرن كتب الميه نو يليالان كلمة أهرنت هاي مثلا اسكروها دي بوشان وهالي جري محمد دي حوغا بريانسي هرماها صاص ما عبد الرحمن بن عوف وحال الشيغا إنو العقبة ذان قضي إنو أفن كريس كاسين ولا مشيغين دقي فرق دقيها قارون صاص إن قارون كان من قوم موسى صاني دقص دقاس لا حول بين القوان ولا شيء لكن هو أرداء قوق زمن أخياري فديس كعكع عن شق سنة دين تين خرا القانو ويلشينا قبل هنا يا دين تأمبرنا أنا شق سنة إن القام فديك ما قال عن علا وحاس حرام سند جاسد وصل لسوق لي وإن لقوا براروا وحارب هذا لنا ويجيرو شق سحاق أو كسعدا مي سايمة ميلا بدن وكسعدا سوف كيف كل شيء عليه تفضل مشكورا ولو دي سدح دقيقة لغسين أنا يقول بذا تانك يا سودو سوكا أنا وايت قانين إسحاق عبد الله محمد علي رها محان هاي رئيس مجلس الأئمة والدعاة جارسا كونتي مديريني رجع هرتي أجهد لعلوم مدي علمنا محان نوفي لامبو دولابتي أردادي هل كان كهذا الشيء مستوى محيكو هادلين محوها اي شيء علمي سن الله بارك هيو محالين هاي ارداداس كوبا تخرجاين يو كوبا هادا كجران رق يدوم مربو معلمين تودا والدين تا دمان محايني لين هاي جزاكم الله خيرا وحلو فرحا صوبا نكتا قضب كاوا قضب قضب كلابي إسلا إلمها عن لحد لهايو كوا بحين يكوبي كهرين كوا نكسو جران ودادا وحوالا برتا الحمد لله وانا مغليسين معتك انت فروع ومارتي إلى مويالي إلى منديرا حتى محوها شكين يا دهوسي ناكروا مغليسين حرضا لاجين تقحوتيك ومغليسين قارس انت سو أماكن باجران marka macadka intaas oo ilmo ay ka bixiyaan oo ma aragtay mustawaha ay ku hadleen haddii dadka wiilka munasaqa meeshan aha ee waa aanug yar oo urdun ee Soomaa arkay kayfiyad wax u jeediyana kayfiyatul qaid hoggaami wax u jeediye habku wax u jeedinay iyo muxuu aha daadiisa ismalaho marka ilmaha maxaa arkisa imaam maali inu maarte lo arbiye qayb maarte muxuu haa sheeg kelimo ho cilmi in la barto
qaybta qiyaadada si wax loo wadi lahaa hataa in la baray ku tusisa marka maxaan leenahay ilmaha ayake ee amaakinta faraha badan ka soo baxayaan inta macallimiintiina aynay bareen kali laguma joojinayo ani aragtideyda tacliinta sii wada jaamacadaha sii aada jaamacadaha waa in la sii aado maxaan leenahay doktor sheekh maxamed naxnu macaka haddaan nahay majlisul a'imma waducaad garabkaadaan nahay wixii alla wixii aan kula qaban karno hoo iyo hiilabo adi iyo idaaradaada maxaan leenahay shukran jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheekheena waalidkeena daacigeena doktor maxamed mustacid xiris ayaa waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo tafadal mashkuuran maajuuran doktor haddii aan aniga kelimadayda dhex galo awalan ilaahay baa mahad iska leh awalan wa aakhiran kelimadaas allaha uu iska leeyahay kadib shukrigaas waxaa mahad ballaaran aan u jeedinaynaa ee doktorkeenna sheekh maxamed iyo tiimkiisa oo arrintan diyaariyey dadkan soo saaray bacdallaahi ilaahay ha barakeeyo ilaahayna ha xifdiyo ilaahayna waxaan leenahay ikhlaasa ku irsaaqo ikhlaasa ku irsaaqo sheekhu wuxuu sheegay wuxuu yidhi waxaad ku hadlaysaa magaca waalidiinta anoo magaca waalid ku hadlayo dadna iga baxeen dadna ii dhigtaan ee waalid macadka aada baan ugu faraxsannahay aada baan u soo dhoweynaynaa dadkana waan ugu yeedhayna inay ka qayb galaan waxaan u malaynayaa meel aan laga hadlin ma ay leh way yarayd hadday noqoto fiqri waa laga hadlay hadday noqoto balaaqo waa laga hadlay hadday noqoto naxwo waa laga hadlay usuulu fiqhi waa laga hadlay qawaa'idul fiqhi waa laga hadlay waa laga hadlay xataa imrulqays iyo umuurihiisi waa laga hadlay luuqooyinka kala duwan waa laga hadlay ilaahana waa anfaco tafsiirka qur-aan kariimka waa laga hadlay idan waxaan leenahay dadkan soo saaray iyo dadkii sababta u ahaa iyo dadka taageera ilaahay ha barakeeyo ilaahayna ha xifdiyo ikhlaasna ilaahay ku irsaaqo ardadana waxaan leenahay ilaahay ha idin barakeeyo baxday ilaahayna wixiina ha idin barakeeyo siina wada dacwadaana wada jaamacadahana waa la galay mid waa tii laga dhawaadiyey mustaqbalna iyadana way jirtaa oo rag badan soo saartay anigana waan ka soo baxay ilaa heer digtoorna waan gaadhay bifadli ilaahay haddii aan maarta inka soo ninkii la dhihi jiray maa wadaadka digtoornimada uu ka calcalayay laakiin haddee kolley nin walba niyadiisa ku xidhan tahay marka mustaqbalna waa idiin dhowdaa waa meel sharaf badan caqiida islaamka lagu faafiyaa ummana waaba ka soo barame sheekha horaa sheegay tii aad marka doontaan gala dadaalana nas'alullaha alcafwa walcaafiya waxaan leeyahay waad mahadsantahay wallahu aclam wa axkam waalidiinta haddaan nahay agabka carruurta ama buugaga ama kitaabada ha loo gado macallimiintana garab ha la siiyo wax akhriya adduunka wax laga helayana waa un diintaasi ha loogaado wixii kale waa wax lagu qurxiyey wasala allahu ala nabiyilkariim macadka maaratay insha allah imaam shaafici waa la ammaanay in la ammaanayna waxaa maaratay tusinaysa ardayda kasoo qayb gashay imaam malik imaam malik marka baaraka allahu fiikum anii gabarna waa ii dhammaysay tuna hadda ay dhammayni wiili gabar kalena waa igu jiraan bilcantaydana waa dhigataa iyadana ku hadda dhamayna ay ku jirtaa iyada nafteeda marka jazakumullah khayr baraka allahu fikum tan kale waxaan idin ogeysiinaya maaratay tan baa ogeysiis waaye meel la dhahaa daarulmuhtadiin dadka soo muslimay meel wax lagu bara ayaan haynaa maaratay quba masaajidka quba meel agteeda foresta kasoo horjeedkeeda dad soo muslimay oo tawxiidka loo qabtay oo kenya midii meel ka kale imaaday ayaa lagu qeybiyaa dad maaratay diintana haysteen oo laa ilaha illa muxamed haysteen oo faatixa iyo ataxayaad aan garanaynina sida dadka waatada iyo maaratay dadka meelantana riva maarata qaarkood ayagana maarata waan soo aruurin dadka ayaga maarata baraka allahu fikum waxay leeyihiin dadkaa soo muslimay waxaa waaye maarata xaq ay leeyihiin maarata inama asadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiin walcaamilin calayhim walmu'allafati quluub number four ay soo galayeen maarata inay wax lagu bixiya marka zakadiina iyo maaratay xaq ay ku leeyihiin bal aan la iloobin oo maaratay dadka ha loo sheega maarata baraka allahu fikum tan kale maaratay qofka maarata meesha maaratay aan geynayna ilaa boqol iyo lixdan qof way ka takhruji meesha ayda lix bilooda ugu yar ilaa maaratay inta kaleoo kasii xagga waa maaratay wax waa la baraa ninka hadda ku jiro nin waata maaratay laba iyo toban jiis u hadda asii marayaa asoo faata aan garanayninaa la keenay nin odayaal waa saas o kale maaratay waa jiraan ayagana marka baraka allahu fikum ilaa labaatan qof oo kale ay hadda ku jiraan laakiin hadafka ayna waxaa ilaa todoba boqolo qof inaa meesha maxaa yeele dhulna waa hayna alxamdulilah marka dadka maaratay muxsiniinta eh inay maaratay nagu taakuleeyeen meesha ayada maaratay loo baahan yahay jazaakum allah khayr baraka allahu fikum
هذا وحن كسوه جبين الشيخ أن الشيخ عبد الله وحن كان له دعوة تفضل مشكورا ومأجورا فنتين نسوق جابين وين ربنا وين الله تكتسيا ما بنسوق جابين نيبه بركة الله أكبر جزاك الله خير هذا الكود ماضي أنت أنا الدعاء قلين نمو البطبان قرنا بها كسليه اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار اللهم رب اللهم رب نعم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار اللهم نسألك العفو والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم نسألك العفو والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم سميت لما حكوا عصن نوال با إن مسلمين تودعية سيجارة هانيد يسجود سيجارة هانيد يسجود مسلمين تودعية السجن هؤلاء دعوا دعاء يسوع من إجابته دعاء الغائب لأخيه مستجابة ولا رب الله بحنوسن معلمين بكملة نوال با مسلمين تسجود سيجارة هانيد أنتوا بهودعية وما سنتهن والسلام عليكم ورحمة الله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا